السلام عليكم ومرحبا بكم مشاهدينا في مكان داخل ولا خارج ارض الوطن. مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج رشيد. اليوم مشاهدينا حاضر معنا واحد ضيف خاص واستثنائي. هو ماشي فنان، ماشي رياضي، ماشي سياسي، ولكن الضيف ديالنا رجل امن، رجل امن متقاعد قدر انه يحقق شهره كبيره من خلال الفيديوهات ديالو. اليوم لي الشرف انني استقبل الخراز. سي خراز مرحبا بك. الله يكثر خيرك. شكرا. نهار كبير هذا. بارك الله فيك. انت كيف قلت في التقديم ديالي رجل امن متقاعد. نعم. قدرتي انك تحقق شهره كبيره من خلال واحد الماده اللي كتقدم في انترنت في يوتيوب. تبارك الله حققتي واحد الشهره كبيره بواحد الفيديوهات بسيطه اللي كتحكي فيها على جرائم للناس. شنو سر هذا الحب ديال الناس لك؟ تبارك الله. هذا الحب هذا ان علم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا. تماما. احنا نوينا الخير، نوينا باش نديرو نهضرو على الجريمه باش الاستفاده، باش يستفد المواطن وعرف شنو هي الجريمه، شنو هي خدمه البوليس، كيفاش ما يطيحش في الجريمه. وهذا الشيء كان فيه خير، والله سبحانه وتعالى جعل فيه النصر كما تيقولوا. وحبوا المغاربه الحمد لله. الحمد لله. انا اول مره في تاريخ البرنامج من اللي بديت من 2013 لدابا هذه 8 سنوات، اول مره كنستقبل رجل امن ضابط ممتاز متقاعد. نعم. قالوا لي رد بالك في الاسئله يقدروا يعتقلوك. واش هادشي صحيح؟ انا من بغيت نجي هنايا عندك السي رشيد الشو. ايه. قالت لي يا مدام عندك يزيرك. كيف كتزير الناس؟ قالت لي رد بالك منه يزيرك. هو دابا انت حاضي معي وانا حاضي معك. ما كاينش مشكل. ما كاينش مشكل. كاين الكلامونيت ها؟ كتضل تزير عندك. 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 بارك الله عليك. غير انتم الزيار ديالكم في شي شكل او ثاني. انتم الزيار ديالكم تطيح المفرك بك. لا اللفظي اللفظي. هاد النهار الاول نسمعوا الناس الزيار خداو بديك الزيار ديال العنف الجسدي، الضرب كذا 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 كذا. شوف هاد المجاهدي. ولكن الزيار كان عندنا حنا في الهضره ديالنا العاميه من بكري. زيروا زيروا معاه. وزيروا راسكم زير كذا. راه ماشي تزيروا راسكم تنزيروا بشي حاجه. تتكون بالهضره. بالهضره. ولكن بيني وبينك السي الخراز. بيني وبينك السي الخراز. حنا تبارك الله الميزه ديال رجال الامن في المغرب، وتحيه لرجال الامن الوطني على الخدمه الكبيره اللي كيديروا. كيقول لك تبارك الله البوليس ديال المغرب دغيا كيقلعوك ودغيا كيقرروك. دونك هاد الزيار واش غير بالهضره؟ يعني دغيا كيقرر. كاين شي شويه ديال نقول لك واحد القضيه هذه. ربما ربما كان في واحد الوقت في واحد الحالات كانت البوليس يقوموا مثلا شي عمل اللي هو منافي للقانون. مثلا تيزيروه كيما بغيت تحسبها انت تيزيروه تيزيروه تيضربوه كذا 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 كذا. هادشي انتهى. اما اليوم مع هاد العاد هذا ما بقاش ديك كلمه زير بديك المفهوم ديال يدرو علقو يضربو. ما بقاش دابا ما بقاش لانه المعاهد ديال الشرطه والمدارس ديال الشرطه ولا تتقري الان ماشي غير دروس في الشرطه القضائيه وفي الامن العمومي، ولا تقري دروس في البحث، طرق البحث وايضا في طرق التواصل. في طرق التواصل بكري كنا تنعتمدوا على الاعتراف. الاعتراف يعترف السلام. كان الاعتراف سيد الادله. سيد الادله. اليوم ما بقاش مولات الادله تسيد الاعتراف. اللي خص البوليس يضرب تمار ويخدم ويجيب الادله يحطها لذاك يحطها لي قدامه. بيني وبينك السي الخراز. نعم. بلا ما نزيرك. نعم. قول لي وبلا كذوب راه عندك النيه الزياره حسيت بها. لا راه هي كاينه. حسيت فيك تقول لما نزيرك غنزيرني. هي كاينه. واش فايت زيرتي شي مره شي متهم داك الزيار الاخر ديال الزيار؟ بصراحه بصراحه شوف الله يعطيك الصحه نقول لك واحد القضيه. نعم. الناس خالطين في واحد القضيه. تيصحابوا البوليس في داك الزيار الاخر اللي تتقول تيضربوا. ما تيضربوش. تيديروا غير الضو. ما كانش تيضربوا انا ما كانش الضو. انا والله العظيم دخلت انا البوليس عندي دابا 40 عام في منطقات سمعت الضو.
سمعت ديك الهضره ديال كذا، والله عمري ما شفت هذا الشيء والو، والله عمري ما شدوا. نعم كان واحد الوقت مثلا واحد مثلا تنخليو في واحد البوزيسيون ياك، نعطيك مثلا نقول لك فرنسا، فرنسا حنا فرنسا فرنسا ما شدوا عمر الرداد، شدوا عمر الرداد كيف زيروه، حتى هذه غنسميوهم زيار، ما خلاوش ينعس، ما خلاوش ينعس، ما خلاوش. ويمكن عمر هو اللي قال بهذا الشيء، وقالوها الناس المحامين ديالو، منعوا عليه النوم، ما ينعش ما ينعش ما ينعش. هذه الطريق ديال الزيار. حنا كنا تنديروا واحد البوزيسيون اللي هو ما مرتاحش فيهم، ماشي العصا تنضربوا، ولكن واحد البوزيسيون اللي هو ما مريحش فيها، ما مرتاحش. هذيك اوكي. بحال دابا مثلا اللي فهمت انا على حسب العقل ديالي، نعم. فرنسا مثلا كيخليوه ما ينعش، نعم. ثم كتنعسوا ما نخليوش يفيق. هذا ما غتقدروا غير تزيرني، اش تزيرني؟ غتقدروا عليها، هضروا عليها، هضروا عليها، وانت امي بتوت تزيرني، دابا خدمت تزير فيا. لا بالعكس، خدمت تزير فيا. بالعكس، حنا اليوم هذه الحلقه هي تكريميه لرجال الامن على المجهودات الجباره اللي كيديروا، نعم. لانه خصوصا فتره الجائحه رجال الامن داروا مجهود كبير، نعم. باش يحافظوا على سلامه المواطنين ويوعيهم. وانا من خلالك كنشكر اليوم الجهاز الامني المغرب كله وعلى راسهم سي عبد اللطيف الحموشي، تحيه كبيره لهم. فهذه هادو مفخره ديالنا، بالعكس خصنا نفتخروا بهم، من خلالك اليوم كنحيوهم. نعم تنا تنحيي رجال الامن وتنحيي المتقاعدين ديال الامن، وتنقول اليوم مع سي الحموشي، نعم، بدون مجامله، بوليس جديد، مديريه جديده، ماشي غيبدل ديك التسميه ديال الاداره العامه دا مديريه العامه، لا لا، ولات مديريه عامه، ولا بوليس جديد، تقنيه جديده، البوليسي البوليسي ولا جديد، نعم. البوليسي في المغرب لاحظتوه، لاحظوا مثلا المرافق العموميه، المرافق الامنيه، ما كناش كنا تنسميو ذاك الجيول ولا الزنزانه، شنو تنسميوها؟ تنسميوها الزنزانه، تنسميوها الجيول. اليوم ولات الغرف الامنه، الغرف الامنه اي فين تيشدوا الناس، ولات غرف امنه، لان اليوم ولا حق ديال الحقوقيين، عندهم حق يدخلوا يشوفوا شكون كاين تما، واش مفرشين، واش ناعسين، واش مزيانين، ماشي وهاد نعم. وهاد التهليه بزاف ما كتساهمش في انتشار الجريمه اكثر؟ لا 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 لا، هاد كي تيقول لك وتلقاو ظروف هذا وتلقاو كل شيء موجود وهذا لا بالعكس بالعكس، المجرم ما كانش تياخذ حقه عند الشرطه في واحد الوقت، وما تيكونش يتعامل واحد المعامله، تيزيد تيخرج من تما، تيتقدم محكمه شي سجن، هو داير هك على الشرطه وعلى المجتمع، تيحقد على الشرطه، تيشوف انه حقوقه تهضمات ليه، هو ملقى عليه القبض. اليوم ما بقاش هذا الشيء، هذا دابا ما بقاش، انت تقول غرف الامنه اللي ولات دابا معناها غرف امنه اللي ولا حقوقيين عندهم حق اليوم تيدخلوا يشوفوا نائب وكيل الملك، وكيل الملك تيجي على غفله تقول تدخل شوف الناس فين مشدودين فين جالسين، هذا الشيء ما كانش. اليوم البوليسيه اللي عندنا دابا، البوليسيه الشرطيه، كنا حنا فاش دخلنا عندنا واحد المسعفه، واحد جوج بوليسيات ولا ثلاثه اللي كاينين ديما في البيروات، اليوم لا، ولات البوليسيه تخدم خدمه البوليسي في لابيجي، في الشارع، في الزنقه، في كذا في كذا في كذا، ايضا اللي مطار تما كاينين بوليسيات، تحيه لهم من هذا المنبر. هذه مطار ماشي غير مطار، في الخفر، الخفر ديال الشخصيات، في الخفر الملكي، نعم. وهذه هذه هذه مهمه صعبه بزاف، ولات البوليسيه مقدم مع الرجل، وتنحيي البوليسيات دابا، وتنحيي السي الحموشي بهذه الفكره، لانه جابها من الدستور، نعم، وجاب حقوق المراه في الدستور، وتبينات. نعطيك واحد القضيه اللي مهمه بغيت نقولها لك اليوم. بكري كنا تنستوردوا الامن، فاش كان تيكون عندنا الارهاب بكري؟ اش تيقول لك؟ وقعت انفجار، جابوا ناس من برا، خبراء، اليوم خبراء امنيين، لا اليوم لا، سي الحموشي رجل كان في مخابرات، كان بوليسي بعدا، كان في مخابرات، وخرج برا، دوز كاع هاد المراحل، ما عندوش نصيب سياسي، عنده نصيب مهني، مهني خدمته باش ولا. والان اليوم ولينا تنصدروا الامن، حنا تنقولوا لديك اوروبا وداك الشيء، وتنقول لهم شنو عندكم؟ شنو المشاكل اللي عندكم؟ الخبراء تيمشيو من عندنا، بعد ما كنا تنجيبوهم، هادشي العظيم، هادشي هذا. برافو برافو. سي الخراس، نعم، اشنو بان لك الا حررنا معك واحد المحضر دابا؟ نعم، ولكن من خلاله غادي نقول انت دابا باقي غير في الديباجه، الله يخليك دخلوا لي هذاك، سمحوا لي ما عرفتش واش باقيين تيخدموا به دابا ولا ما بقاوش كيخدموا به، الله يخليك عطيني. كان فيهم البركه هادو، كان فيهم البركه. شكرا شكرا شكرا. هادو بكري كان ماشي بحال البيسي دابا، هذا التاكسي كان لكتب لك بيه عمرك ما
صافي عمرو ما تعاود تلف. مزيان غادي نبداو من الاول. نعم وعاوني الا غلط، عاونيش كيسول نورمالمون ملي تيكون المتهم. داكور انت الان ماشي متهم. نعم ولكن كاين الشبهه. شاهد. الاسم الكامل خراز عبد القادر. عندك شي لقب تيلقبوك صحابك ولا ناس ديالك زملاء ديالك؟ خراز. خراز. سن؟ زدت 1900. لا شوف زدت 21 جويي 1952 ما بين 8 9 نهار 2 في لوبيتال يف ماشوار اللي كانت ماتيرنيتي ساج فام مارغوريت اسيستي بار لانفيرميير عيشه وخرجت بالبوا ديالي 3 كيلو و700 غرام. اوه ما يمكنش. وغنقول لك علاش. ما يمكنش. وغنقول لك علاش. غنقول لك علاش. غنقول لك علاش. قول لي. انا امي كانت حامله. اه. وحنا ما كناش كسعى الماتيرنيتي كانت وحده في قنيطره وحده. كانت سميتها هي في ماشوار. ماتيرنيتي ما كانش ديالنا حنا، ديال النصارى وديال الوجهاء، ما كانش ديال حنا، كنعرفوا حنا اللي بغي امي القابله تجي عندك للدار تتولدك. انا امي كانت حامله بيا وديزا من تما. شدها الوجع قريب من الماتيرنيتي طاحت. دخلوها دوك النصارى ولدات في الماتيرنيتي وداروا هذا الشيء في الورقه باش خرجت باقي عندي بحال المدنيه. تفاصيل كاملين. برافو عليك. اسيدي راك راك مزهر مزهر. وقدام خوتي وعيطت اقول لهم انا دزت في الماتيرنيتي. انتم دزتوها امي الحاجه اللي قابلتكم فاطمه. سي الخراز مكان زديات قنيطره. قنيطره. اه انت ولد قنيطره. آه. الاصل ديالك ديال الوالد اصيله. دا اصيله. اصيله. زيلاشي. زيلاشي. حتى هي ناس اصيله. هو. اه واخا الكنا ديالك كتبان دكا. لا ما كبرتش تما. ما كبرتش تما. السي الخراز متزوج. اه متزوج. جوج ابناء. جوج ابناء الله يخليهم لك. الله يبارك فيك. حتى هما في الامن ولا لا؟ واحد. واحد في الامن. شي صوابق السي الخراز؟ اما صوابق هنا مثلا اللي غيحاسبون عليهم في الدنيا ما كاينين شيء ولكن في الاخره كاين شي حاجه. هاي تعرف واحد القضيه السي رشيد مهمه خصك تدير فراسك مهمه. آه خصك تعرف حنا دابا البوليس اللي تنصوبوا ديك ورقه الارشادات. آه في جرو سينيمون مثلا بغينا نقدموا واحد تنكتبوا لي الصوابق. هذيك الصوابق منين جاتنا هذيك الورقه؟ منين؟ راه من القران. اقرا كتابك بيمينك. آه راه هي اللي كاينه لهيه. راه غيجبدوها لك السي رشيد. يا ربي تخرج العاقبه على خير. اه غيلقاو عندك هنايا مكتوبه مثلا السكر السكر عندك السكر. لا ما عندكش. السرقة عندك السرقة عندك السرقة. ها كلشي غتلقاه. سي الخراز ما احترمتيش واحد القضية. نعم ما احترمتيش بأنه أنا اللي كنصندقك وأنت وليتي دغيا قلبتي لي السبطة وليتي كتصندقني. حتى أنا قالت لي يا مدام عندك يزيرك. ما قالتش لك زيرو. قالت لي حضي معاه. قالت لي حضي معاه. قالت لي حضي معاه. سي خراز في الطفولة ديالو كان كيحلم أنه يكون يدير هذه المهنة هذه؟ كنتي كتحلم في الطفولة أنك تولي رجل أمن؟ والله إلا كنت نحلم بها. من الأول؟ أه. كنت في واحد الحومه عندنا ديك الحومه شعبيه دوك اللي غنقول لك حومه ولاد دور المخزن. أه. كل شيء خرج منا. خرجت منا الكاك من ديك الحومه الفريق الوطني تعرف الاحياء الشعبيه كيفاش الاحياء الشعبيه ولكن ديك الساعه تنشوف شي واحد يدير شي حوايج تقول هادو والله كنت بوليسي ما نخلي فيهم شي واحد وانا كنت ضعيف في الخلقه ديالي كنت ضعيف ما كانش عندي شي جهد زعما ديال انا كنت كنت دابز وداك الشيء وهذا 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 وكنت نفتخر ملي تكون البوليس جاو للحومه تيبدا داك الكالم وداك الامن وداك الشيء وكانت تراودني هذه الفكره ديال البوليس وكذا حلم طفوله. اه حلم طفوله. نقولوا حلم وتحقق. اه حلم. وكيفاش دخلت للبوليس هذا نزول انا مشيت ذاك 18 شهر ديال التجنيد الاجباري. تعرف الاجباري التجنيد الاجباري. اه كان ديك الساعه التجنيد الاجباري بصح ماشي غنديوك غنديوك داوك جاو داوني اجباري عندك التجنيد الاجباري. الوالد في ذاك الساعه فاش خرجت من المدرسه قال لي الوالد جاو عندي قال لي غتمشي اجباري جاو الجوندار قال لك السيد هاي دوك نقدم ولا قيدنا من تحتها شراها لينا كاع دوك ما تيدير والو دخلت عند الوالد الله يرحمه قلت له بابا بغا يديرو تجديد اجباري قال لي واش جالس تدير صافي سير مشيت تجديد اجباري في التجديد الاجباري لما بقى دوك الشهور الاخرى دوزنا امتحان ديال البوليس عزلونا واحد المجموعه شكون اللي عنده بروفي دوز امتحان دوك الساعه البروفي دوزناه شي 50 واحد نجحنا هنا شي 10 الناس ما بين البوليس ما بين 25 باترون دونفونتري اللي الفوج 25 مشات هذا يومين تلقونا هادو
قالك التحقوا من المدرسه بحال طلقنا نهار الجمعه قالك اثنين تلحقوا من المدرسه مشينا لبوق نادل من تري لتري بستا ام تما حتى درت 40 عام ديال البوليس 40 عام تبارك الله 40 عام ديال 40 عام شنو هي الحاجه اللي كتفتخر بها الان سي الخراز من بعد 40 عام ديال الخدمه في جهاز الامن اللي تنفتخر بها ما عنديش شي حاجه اللي درتها وتنحشم تفكرها دابا ما عنديش كنت قاصح في الخدمه ديالي الاخوان راهم تيعرفوني كذا كنت ضد الجريمه كنت ما تنبغيش المجرم كنت ديما من يتشد شي مجرم تنتفكر الحقره اللي حقر ذاك الضحيه تنتفكر ذاك الشيء اللي حقر وكنت شي مجرم تعاطفتي معاه مثلا انا نقول لك وكنت حياتي كلها انا ما عرفتش البيرو بزاف البيرو كنتي كتخرج بزاف الميدان كنت كومباتون تنسموا لي كومباتون نخرج برا في سبعه د المدن ديما خراز المينوط كذا 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 تعرفون الاخوان كنت كلها برا كلها برا كلها برا قلتي لي المجرم اللي فايت تعاطفت معاه شي مره انا ماشي تعاطفت معاه واحد المجرم واحد النهار سكتني بواحد الكلمه قالها واحد النهار هو كان مجرم وعنده سوابق وحاله العود بزاف ديما قلت انت واش ما غاتساليش دخلناك بالله واش ما غاتساليش داخل خارج قال لي السي خراز هذاك نجار هذاك حداد هذاك الزان انت بوليسي وانا شفار سكتني سكتني ما بقيت نقول ليه كله والخدمه ديالو كله خدمته هذاك عطاني واحد الكلمه دوخني بها وكنتو كتعرضوا بيان سور للمخاطر وهذا كتفكر شي مره شي حادث وقع لك كنتي غتعرض فيه الموت مثلا واحد النهار كنا مشينا نشدوا واحد البزناس تيبيع الكيف وكان جا خارج المدينه في واحد الغابه هو ساكن تما وخا حدا شي بلارك اخرين وداك الشيء هو داير تما واحد الجرده ودور به داك الصبار داك الهنديه مدوره به وداك الشيء وكريتوس والداخل وحنا معاه واحد الليله مشينا دو لي لا سيربريز مشينا في الليل كان غدا العيد قلنا غيتيق غيقول غدا العيد ما غيجيوش ومشينا في ذاك الليل تفرقنا درنا غلطه تفرقنا كل واحد شد قنت بس زعما هو خرج من بعد بين الشجر وعنده واحد الزويجه في يده وحطها لي في نيفي هنايا فنيف جويزه هكا قال لي عييت معاك تنقول لك بعد مني وجيت تبعد مني والدراري حدايا ليا باش شافوني شحال تخرج ليا في الظلام ما قدي نقول واحد قول روح ما قدي نقول الله يرحم الوالدين ما قدي نقول تنقول انا الشيطان انا الشيطان تقول لي ياك عييت معاك وكتبسم انت كنتي اكش من تنتبسم تنتبسم تبسم هو حاطك جويزه هنا وغتبسم انا بقيت تنفكر بي اختي بمي بولادي بقات يدوز ليا كل شيء على راسي هو قلت له حفظ ويقول لي سير 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 وبقيت غادي انا عرفتو خطير عرفو خطير وقلت غيضرب حيت كان فيه ضربنا واحد البوليسي في الباراج وهرب وعاود قاش شي جدارمي وهرب كان خطير وبقيت غادي هو يضرب ورايا باخ ضرب وضرب في ذاك كريتوس وتسمعت الشجر ذاك الحب ديال الرش وانا قلت ياك ما جات فيا انا ومع الدقه الموت الله اعلم ما حسيتش بها والله العظيم واش درت تخيل مشيت في حالات ميت ولا حي وهذه كانت فيها واحد النكته واحد البوليسي كان عندنا شويه تيسنتر تيخاف قال لي خليني انا ندوز من اللور عارف ما غاديش من ديك اللور هو مخبي تما هو يدوز الاخر من اللور خرج ضرب واحد القصدير طيحها عليه هو اللي هو ما غيخرج فيه خرج فيه وقال لي مسكين ودير لي اكسيدون سيرفيس لا زين ما درنا كاع ما شدينا نمشي نقول ما درت اسكت اسكت شي واحد مثلا مجرم كنتو كتقلبوا عليه وفي الاخر جا سلم راسو بيديه عشتي هاد القضيه هاد واحد النهار لقيت واحد المجرم روشيرشي في السوق مع مراته وقفت عليه وانا ما خدامش ودرت بحال خدام قلت لي انت حصلتي انت اش تدير دابا قال لي ودي راه معايا المراه والدري وهذا وهذا قلت لي انت راجل قال لي ايه نخدم معاك انا راجل الدري معايا كاملين هما كامل معايا هما كاملين معايا غادي نربيك تكون راجل تجي غدا قال لي نجي لا غدا جهز جلابته وجهز قارو عند الكلمة ديالو سي الخراز انت كتقول كلمة ديال زيرناه 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 وهذه تشهرتي بها نعم ياك دور ورجع على الزيرناه كتعجبك ولا كتعجبك ولا ما كتعجبكش هذيك انا بغيت هذيك الكلمة علاش ما تعجبنيش والله تنقول لك علاش الناس هذا واحد 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 الجهة أخرى ودابا شوف دابا ملي شرحتيها راه المغاربه كاملين كيشوفونا دابا تبارك نعم. الله البرنامج الاكثر مشاهده في المغرب نعم. غادي يتفرجوا فيك الناس وغادي يفهموا بانه هذه الكلمه ها شنو كتقصد بها انت ما قصدتيش بهذاك الزيار الاخر ولكن قصدتي بها نعم. زيار باللفظي نعطيك مثلا وكيل الملك تنخبروا شي واحد تشد
مجرم تيكوا زيروا معاه خصكوا كلمه ما عمرو تيقول لك مثلا مثلا زيروا معاه ديروا لي وضربوا ولا هذا زيروا معاه معناه حطوا النقاط على الحروف. وحنا هذه الهضره عندنا في المغرب كله تيقول لك جا واحد الرئيس ويزيرهم يا اخي وزيرهم ضربهم حط معاهم نقاط على الحروف وزيرهم في الجانب الايجابي ديالها ايجابي واخا سي خراز سي خراز حنايا عندنا واحد الفيديو ديال زيرنا غنخليوه من بعد نخليوه مفاجاه يشوفوه الناس ولكن قبل مشينا للشارع المغربي وقلنا لهم رايكم بصراحه في السي الخراز شنو كتقولوا عليه؟ واش كيعجبكم ولا ما كيعجبكمش؟ كانت هذه هي رده الفعل ديالهم نخليك تشوفها في هذا الفيديو ونرجع. اعطينا رايك بصراحه في خباز. خباز كيجيني بحال اجاني كيهضر ساعه اجاني وكيخربق يقول شي حاجه ما كايناش ما كتدخلش الهضره. حقا كيجيني الخراز بحال بحال اي واحد يعني كيعاود شي حوايج اللي بالنسبه لي انا ما كتقبلهمش العقل. بالنسبه للخراز شنو تنقول لي؟ اول حاجه كاين شي جرائم اللي دارهم انا بالنسبه لي ماشي حقيقيين. الخراز كيجيني غير كيمثل داكشي اللي كيقول ماشي واقع غير من نسج الخيال باش يجمع المشاهدات القضيه ديال الباز. الخراز كنت كنشوف في اليوتيوب وطلعت باللي ديك الفيديوهات اللي كيدير كيحاول يخلق الباز وكيحاول يخلق شي افكار جديده اللي هي ما كايناش. خويا الاثار ديالو كيبانوا لي بحال ديال الرعب وهادشي عمري سمعته اخويا انا في المغرب اخويا انا خرج هاد الدرب اخويا كنتسخر كندخل كنلقاو شنو رد الفعل ديالك؟ عزلتيهم عزلتيهم عزلتي غير العديان. لا 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 هذاك اللي عنده الشعر الاول مالو داير هكاك؟ كان تيضرب واحد شي هضره قاصحه عليا جاني بحال الرشيرشي كيقلقك جاني بحال الرشيرشي هذاك لا 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 كيقلقك هذا لا, لا والله ما قلقتني راه مزيان حنا نقول لك واحد القضيه كون قلتي غير الناس اللي قالوا عليا مزيان ما غنلقى ما نقول غنقول مزيان ولكن قلتي ناس قالوا لي ماشي مزيان ولكن اهم حاجه همتني هنا همتني هذا هي تيخترع غير تيخترع هذا القصص. شوف لو وانا قلتها واحد المره كنت نخترعهم السي رشيد هذا القصص تنخترعهم تنخترعهم هذه بزاف قالوا الناس قالوا هذا يكون كيخترق من راسه القصص تنخترعهم اول ما تذكرش الاسماء ديال الضباط اللي كانوا معايا المفتشين وكذا 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 ما نذكرهمش صافي نبقى مخبي انا كنت نديرهم تنذكرهم كشهود حيت من عندهم خديت هذا الشيء كون كنت نخترعهم قصة تنخترعها ديال الجريمة وتنقولها وتنصردها بهذه القضية أنا راه داهية أخويا أنا أغاتا كريستي أنايا أنا راه واعر نجبد قصة ونصردها بهذيك الطريقة ونبقى نكذب وخلي أنا هذا الشيء اللي أنا وصلني تعليق ديال وحدة قالت لك سي خراز كي ناس كيحلم كيفيق كيعاود لنا الحلمة ديالك أجي نقول لك أجي 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 أنت عندك ناس من العائلة تيبغيوني وعزيز عليهم انا عندي ناس من العائله الام ديال المدام الاب ديالها كان باشا متقاعد كيحبوك وكيتفرجوا فيك بواحد تبارك الله الا قلت لهم الا قلت لهم غاتيخترع اش غايقولوا لك؟ قالوا الناس ازير بغيناه واخا غاتيخترع بغيناه لانه باش نسرد قضيه كما قلت لك وهي من الخيال راه خصني نكون شي حاجه انايا دابا نقول لك واحد الكلمه وتعترف باننا زيرناك ولا كنت نشوف بانه هذا الشيء اللي قالوا الناس هو فقط مقلب باش نضحكوا معك غنشوفوا الراي ديالهم حقيقي في سير خراز حالا ورجع. دابا بغيناك تعطينا رايك بصراحه في الخباز. هو الصراحه كيجيب شي جرائم فهمتي شي حاجه مرعبه دارت هنا فهمتي ما كطيحش لنا حنا بعدا على دماغنا شي حاجه عمرنا كنا غنسمعوها حتى جا قال لنا هو. حقا في الخراز كيعجبني انا كنتفرج فيه دائما في قناه يوتيوب كيعجبوني القصص اللي كيقولهم وكنستافد منهم. المهم بالنسبه للخراز تنشكرو اول حاجه على القصص اللي تيدير هذا غير مقلب درناه لك ولكن تنشكروك على القصص اللي تتقدم الصراحه اهم حاجه هو اننا تنستافدوا منك. الصراحه السي الخراز تبارك الله عليه ما كيدوزش عندنا النهار الا ما تفرجناش فيه ولينا مبليين به الصراحه. تبارك الله عليك راه الفيديوهات ديالك راه تبارك الله كيديروا مشاهدات عاليه وتبارك الله عليك تنقول. نقول لك شكرا على ذوك الفيديوهات كدير صراحه كنستافدوا فيهم شي لعيبه زوينه كيقولوا. اش بغيتي عندي اخويا؟ اش بغيتي عندي اخويا؟ خلعتيني هاد الخلعه جاب الله جبت الشهود من داركم. لا لا تبارك الله عليك. الله يطول عمرك. هذا الراي الحقيقي ديال نعم. ديال الناس فيك، الناس كتحبك، وما انت اليوم حاضر معنا الا وعندك جمهور كبير قدرتي انك تكونوا في مواقع التواصل الاجتماعي. هذا شرف ليا باش نحضر معك اخي رشيد. وكاينين الناس كينتقدوا سي الخراز، كيف كينتقدوا اي واحد ناجح؟ نعم نعم. شنو تجاوب هاد الناس هذو اللي كيبقاو ينتقدوك؟ اللي كيدير عليك فيديو ولا اللي كيكتب كلمه انا
لما اتصلنا هاتفين قلت لي غنجي عندك تنهضر ادروات يا غوش مع ناس كانوا ناس ينتقدوك تماما بيان سير لقيتك دوب في لقيتك دوب ماشي هنا لما قلنا قبيله جالسين في الفيلا انا وشربنا داك الهدا وجلسنا انا وياك العصير عندك غاديين صابنا الفيلا تكون شي ديسكوتيك وجلسنا وذكرنا رشيد شو اخر الله يحفظك رشيد حتى الناس ينتقدوني بعد الناس ينتقدوني لما تجلس معهم مباشره شو جاك تقول لي عندهم قنوات ينتقدوني تقول لي واسمح لينا سي الخراز احنا ما يصحبنا شيء ما يصحبش انت هكا تماما انت هذا انتقاد الان في هذه الفتره ديالي انا في هذه سومي شهره ماشي شهره هذه الشهره الصغيره ديالي انتقاد حتى هو راه معاون لان واحد النهار قلت سي رشيد وسوء الظن ايضا بحال واحد اللي تيقول لك هذا راه كيخترع من راسو تيخترع هذا سوء الظن فوالا هذا سوء الظن ولكن انا تنقول تسوالتك كنت واحد الشخص نقد نختار هذا الشيء تسوالتك كنت نقد نختار قصه ونجبدها ونصوبها وندير كلمة واحد يكتب لي راه غنمشي بعيد غنمشي بعيد اخي ديالي شوف الجمهور انا كويري تلعب كره الجمهور في التريبيل جالس شي تيصفر شي تيسبق تماما وبالنسبه لي كلهم جمهور ديالي راه هادو هادو اللي تيصفق واللي تيصفر لان تسمع انا تنقول عليا كلشي عليا اجي انا بغيت نسولك عافاك عندك واحد القوة ديالك فين كتكمن؟ نعم كتكمن في هذاك فن الحكي لا غدو لا ناغاسيون انت عندك هذا فن الحكي كتعرف تحكي نعم تقدر تقول شي حاجة عادية وتخلي الناس تتبعك وكتسمع لك نعم انا نعطيك واحد التحدي دابا سي خراس نعم واش تقدر تسرد لي دابا قصة في قل من جوج دقائق من البداية للنهاية ديالها واقعية واقعية زوينة ولا خايبة؟ كيف ما بغيتي عندي وحدة خايبة واحد النهار واحد المراه ماتت في السوق نعم وديك المراه تتصوب الزرع تتنقي الزرع وتعرف ديك التنقيه ديال الزرع معناها هنا واعره وكانوا عندها شي 8 دراري مراه مسكينه في الباديه عايشه في الباديه وتتنقي الزرع تما وراجلها مات وداك راجلها حسب البحث اللي درنا يلاه مات بواحد 3 شهور ضربوا واحد مول الطوموبيل وهرب غادي على البيكالا ديالو ضربوه هرب وهي لابسه البيض وديك المراه مشات مع ان راجلها كان مسكين غير طالب معاش ومشات تنقي الزرع ومات سته قلبيه في السوق كان عندها السكر كانت الصهد كانت الصيف ماتت والزواج جابوها للسبيطار وحنا خصنا نمشيو نديرو المعاينه ديال الوفاه في الشارع العام كما تتسمى مشينا نديرو الوفاه مشيت انا وديك الساعه هضر بالشرطه القضائيه ومشيت ودخلت للسبيطار قلت لها قلت لي باقا لابسه البيض قال لي مسكينه عاد مات لها رجلك لا اله الا الله وكذا وكذا بقى في الحال شحال ديال الدراري قالك عندها شي 8 دراري 7 ولا 8 قالوا لي هكا قلت يا صاحبي خرج قدام باب السبيطار تنتسنى شي واحد من عائلتها يجي جا واحد الشيباني كبير رجل كبير شيباني وسلمت عليه ودير الحياه قلت له اش تجيها قال لي باها قلت له الشريف خصنا نصاوبوك المسائل باش ديها قال لي فين غنديها قلت له غديها قال لي انا غير فقيه ما عندي فين نديها وما عندي باش نديها وانا في الدوار وقال لي راه ولدها صغير وكان واحد ولدها صغير جالس قدام الباب ديال السبيطار جالس على الدروج وصغير واشد واحد الصندله وحده ديال البلاستيك وانا جيت عندك ولدك قلت له لاباس اش تدير هنا ولدها صغير هو صغير في خوتو قال لي تنتسنى امي ما قالش ماما امي قلت له فين هي قال لي عند الطبيب ما عمري ننساه مو قال لي عند الطبيب مسكين المهم هذوك الناس وقفت معاهم تفنت المراه وهذا وهذا وقفت مع هذوك الوليدات تخدموا وكذا وكذا ماشي هذا المهم المهم هي ذاك الدري صغير وقال لي شاد الصندله ديال مو وحده ماشي جوج وديال مو نيت وقال لي تنتسنى امي قلت لي فين قال لي عند الطبيب ما نساهاش كاين قصص اللي اثروا فيك بزاف خايبه 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 عمري ما نساها عمري ما نساها واخا خدمت مع ديك العائله وجريت معاهم وخدمت ولادهم بقيت نزورهم وتفند ديك المراه ولكن هذيك الجلابه بيضاء هذاك الدري بديك ديك الصندله في يدو ما تنساش ليا وربي كبير انا هنا بغيت نتكلم على واحد المساله اخرى هو ان رجل الامن كيشوفوه الناس بعض المرات بحال اون ماشين كيقولوا نعم. كيدير خدمته ما عندوش القلب نعم. ايضا رجل الامن كيكون حتى هو كيتعاطف مع الناس اللي كيتعامل معاهم كيكون بعض المرات كيدير شي حاجه من عنده باش يعاون الناس اسمع 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 السي رشيد
المسجون من تيشدوه تيدخلوه للكوميساري وتيسدوا عليه، شكون تيتكلف لي بالدواء ديالو؟ شكون تيتكلف لي بالماكله ديالو؟ الضابط اللي شدوا اللي معتقلوا اللي هو دخلوا راه هو المسؤول. تيشوف واش مريض تيقول لي تناخذ الدواء، تيتصل بعائلته وتاخذ من عندهم الدواء وتتكلف لي بالدواء ديالو وتعطيه كل ساعه يعطيه، هو اللي مكلف لي بماكلته. كان دي فوا حنا تنجيبو مساجين تنحطوهم وتتلقاهم شديتهم من الصباح تتوصل 12، شنو 12 شنو؟ تنوض الضابط يجبد والمسؤول تيقول لي هكاك سير جيب لي هذوك السكروطات وجيب لهم واحد الباكيت كارو فرقوها وهذا وهذا وهذا. نقول لك واحد القضيه، واحد من تيموت في الشارع العام وتيجيو عائلته يديوه من لا مورغ وتيكون البوليس تما، خصهم يوقفوا الصندوق يوقفوا على كل شيء. هلا ما تيقول لهم اديوه الله يعاونكم هاكوا الوراق. طيب شي البوليس يوقف تيقول لك واش غاديوه فاش غاديوه، واش عندكم شي صندوق، عندكم الطوموبيل، واش عندكم هذه، تيزدوا خدمه اكثر من خدمتهم البوليس تيديروها. والله الرحمه اللي في رجال الامن مع المجرمين، ماشي حتى مع ناس عاديين، مع المجرمين والله ما تصورها، راه ما تصورهاش. راه لا المسجون عندنا مربوط بيدو، الا كليناه ياكل، الا تقهوينا يتقهوى، الا عطينا كارو نعطيوه. راه ما يصحبش الناس بانه راه البوليس راه وتيديروا خدام يخدم البوليس كبار كبار كبار، وعلينا شفت رؤساء ديالنا، رؤساء ديالنا خدموا معنا وتيكون واحد العدد مثلا واحد لافير فيها خمسه سبعه ديال المجرمين، وتينوض الرئيس يقول لك هاكو سير جيبوا لي شي حاجه، سير جيبوا لي شي حاجه. هادشي راه عادي وكاين. وسيرتو دابا سيرتو دابا سيرتو دابا ولاو حقوق السجين ولاو حقوق كثيره وتغير البوليس، تغير بزاف بزاف بزاف. والعمل ديالكم ماشي سهل ايضا سي الخراز، كنعرفوا بانه بزاف ديال الصعوبات كتواجهكم وكتواجهوا المخاطر وانتم كتاديوا المهمه ديالكم، قله النعاس، بعض المرات بعاد على عائلتكم. انا جيك الموضوع ديالي في الجريمه، علاش بغاوها الناس؟ علاش بغاو البوليس؟ علاش الناس حبوا البوليس؟ الشرطه علاش حبوهم؟ بكري كنا تنعاودوا واحد القصه تيسرد اي واحد، تيقول واحد خينا قتل واحد الروح داس واحد 15 يوم وما يشدوه البوليس. ياك اسيدي. نعم. واحد خينا سرق واحد الدار داس 10 يوم ويشدوه البوليس، ياك هادشي تيقولوا الناس. لا خويا انا تنهضرك على هذيك ال 15 يوم من قتل الروح، البوليس هذيك ال 15 يوم باش وصلوا ليه وشدوه. وفين شدوه وفاش ركبوا اين طوبيل مشاو وسمير دليل تفاصيل تفاصيل راه هي تمارد البوليس، راه ماشي هو البوليس شدوه. نعطيك مثلا الارهابيين تيشدوه تيقول لك راه شدوا واحد الخليه، وشحال خدموا؟ وشحال جلسوا في الليل؟ وشحال نعسوا؟ وشحال ضربوا بتمارة؟ البوليسي هو الموظف الوحيد ما بين الوظيفه العموميه كامله، هو الجدرمي، هو اللي مرتو تقول ليه اذا تعطلت تقول ليه، ماشي تقول له فينك، تقول ليه الو والو باس، ديما والو باس، ديما والو باس، ديما والو باس، ماشي تقول له مرتو الو وفينك غادي تغدى الو والو باس. البوليسي والجدرمي هو اللي تينوض من الفراش بجنب مراته مع 3 الصباح و4 الصباح. كاين مهن اخرين تينوضوا ولكن البوليس تولفها ومرته تتولفها، مرت البوليسي تتولي بوليسيه ومرت الجدرمي تتولي الجدرميه. هذا الشيء اثر شي وقت على العلاقه الزوجيه ديالك؟ واش هذا الشيء اثر الخدمه ديالك؟ اثرت شي وقت؟ اثرت علينا بعض المرات تكون شاك في شي قضيه تتقول لك سير اخويا ناس لي الله يرحم باك، انا غينوضوك غينوضوك، سير غاسي تكل عليه، سير سير الله يرحم والديك. او التليفون ولا تيخلع الطوموبيل مثلا، المراه عندي مثلا تتشوف من البالكون، تتشوف في الليل جالسه تتشوف، تتشوف الطوموبيل البوليس جايه، هي غير دازها شي بلاصه تقول لها يا ربي السلامه هما جاي لك عاوتاني، فهمتي؟ زعما جايك تاميرا عاوتاني. راه البوليس تينوض في 4 الصباح، الطوموبيل في 3 الصباح، في 2 الليل، راه ماشي شغلهم، ماشي شغلهم. افير عندك عندك، مثلا روح طحت، نقول له هذوك سيروا، راه تينوضوا لك بيرمونس، تيمشيو بعد اللي في البيرمونس يقول لك وعلموا فلان اللي هو غيشد القضيه، تيعلموا في ذاك الليل. وفي 3 الصباح الو شكون اخو؟ لاباس بخير سلامة كيدير شويه اخويا، راه واحد السيد راه ضربوا واحد ورداو سويسي، قال لك باش ننتقلوا لتما، ننتقل لسويسي من سيدي قاسم السويسي. ما كاينش ما كاينش، لانه شحال واحد تضرب كاين كاين وقت اللي درتي دي نوي بلونش مثلا ما نعستيش مثلا وقعت شحال مره مثلا. نعطيك واحد القضيه، رجلتي تضرب موس ياك في الزنقه، نوضوك من النعاس والراجل تشوفه غيموت، تتركب معاه في الامبيلونس هو غادي السويسي، غادي وتتسول باش تخطف منه شي معلومات، تلقى لك سويسي. انا شحال من مره مثلا المرة تقول لك انا كسكسو غادي ناكل كسكسو عند دارنا، تقول ما وجدوا انا جاي. وافينك؟ اكلوا. وافينك؟ سيدي قاسم. سي نورمال. وافينك؟ فينك؟ ماشي تقول لها الو مدام انا راه غادي سيدي قاسم. افير تجيك في الليل، في الليل تجيك الافير تيخرجوك لابس جلابه وتتولي في مدينه اخرى، انت لابس جلابه تتولي في مدينه اخرى. قسموا بالله ما تفوا، انت خرجتي غير بجلابه وبانطوفا، ما تقولش ترجعوا تقول كبر 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 المطار وراه في الطومبي، طلع صاحبي طلع وليتي مدينه اخرى. ولفوا عيلتنا هادشي ولفوا عيلتنا هادشي ولفوا. الله يحسن عمركم.
ما البوليسي ولادو ما تيخرج معاه للقهوه، ما تدخل مرته تسارى معاه وتسوق معاه، وهذا حتى تجي لاطريت. هادشي علاش ما خليتيش ابناء ديالك يديروا هاد؟ انا ولدي دخل البوليس، اقسم بالله العظيم والله ما استاشر معايا. دابا هو دخل انت ما كنتيش باغي صراحه في واحد الوقت ما كنتش باغي، اما البوليس ديال اليوم انا نبغيه يكون دابا. دابا في الاول كنتي ضد. دابا مع هاد النظام الجديد، مع المديريه الجديده، مع الماندا اللي ولات دابا، مع الاداره الجديده، بوليسي جديد، مع السي الحموشي. الا بغينا نقول مع السي الحموشي هادشي اللي دار، بغيت ولدي يكون في البوليس. غادي نسولك اسئله ديال اول مره وتجاوبني بزربه. اول مره شفتي شي جثه قدامك؟ اول مره في حياتي با قبل ما تدخل. قبل ما تدخل البوليس. اما اول مره شفت جثه مثلا ديال الجريمه مقتوله، كنت باقي في الهيئه الحضاريه، باقي في التوني. وشفت واحد الراجل في لامورك، دخلت معاهم تنشوف فيه مقطع، وديك الليله شويه تحركت ما نعشتش مزيان. من بعد ولفتهم لمده 15 عام تنشوف الجثات. اول مره حليتي اللغز ديال شي جريمه هذه ما يمكنش ننساها، وانت عاد بديتي اول مره حليت واحد اللغز ديال الجريمه. كانت واحد الدري صغير تقتل، وكنت نمشي مع الاخوان ديال لابيجي، ويلا بديت في لابيجي وداك الشيء، وتنمشي معاهم وتنخدم معاهم وداك الشيء. وواحد واحد واحد الضابط قال لي بقى ترجع تما للحومه وسقسي وسول وكذا وكذا. وشفت في ديك الحومه واحد الولد فيما تيشوفني تيدخل لدارهم، من تجي ديك الحومه غير تنقب الطوموبيل تيدور رجله. وواحد النهار، النهار الثالث ولا الرابع، شفتو خارج ياكل الخبز عادي، وشافني هو يدير واحد الدوره خايبه رجع. وجبد ذاك الدري وشديته، ماشي هو اللي قتل، ولكن وراني الطريق كيفاش. وقلت الرؤساء، قلت لهم كان عنده يد هو؟ لا ما كانش عنده يد، غير هو كان عارف وكان خايف. ومن ديته انت كتشمهم هذيك الرجعه اللي كان رجع. شوف نقول لك واحد القضيه، قلتي تتشمهم، نقول لك واحد القضيه. الشرطه القضائيه لابيجي تنقول لك لابيجي مهنه تتعلم. واحد تيدخل لابيجي خصو يضرب واحد المده باش تولي عنده ذاك الفلير بوليسي، تولي عنده ذاك الفلير، تولي يحس، تولي عيق، تولي يشوف، تولي كذا. نعطيك واحد الصديق ديالنا وديالك، خدم في لابيجي وكان عنده لو فلير. كثر تيتعلم في لابيجي كان عنده لو فلير، كنا تنخدموا معاه، كنا ولا رئيس ديالنا وكنا تنخدموا معاه، وكان على اوتور سي فونكسيون، كان راجل عندو لو فلير. تيخرج علينا من شي جهه، جوج الناس عرفت في حياتي. اللي هو عرفت واحد سي تبع، الله يرحمه، سي تبع معروف، داك ميسي اللي قلنا ديال لابيجي كما كنا تنسميه، وكان كان عنده لو فلير ديال لابيجي، وعلمنا هنا تتعلم، علمها لنا. والسي الوردي، السي الوردي تحيه للسي الوردي ولي امن الدار البيضاء. كان بيجيست، وانا غندير جوج حلقات ديال السي الوردي باش نبينوا المشاهد راه ماشي ولي الامن، راه تنجيبوه منصب سياسي تنحطوه، ولكن هاد ولاه الامن، هادو الرؤساء ديال البوليس، راهم تيطلعوا من التحت، وتيبقاو غاديين حتى توصلوا ديك المرتبه. الشيء اللي عاشوا السي الوردي والسي التباع والسي الحموشي براسو، اللي بدا بوليسي كوميسير وطلع بقى غادي توصل لذاك المرتبه. التصفيقات عافاكم. سي الخراز، انا بغيت ندير معك واحد القضيه، القضيه ديال الاستنطاق. نعم. كاين اساليب، كاين طرق ديال الكلام. انا بغيت ندير معك هذه التجربه هذه، ياك؟ انا اللي غنتعرض للاستنطاق، ياك؟ انت اللي غتستنطقني. ياك؟ انا البوليسي، انت البوليسي. غادي نحطو كرسي تما، وغادي ندير واحد الضوء ناقص، ضوء خافت. علاش غادي ضوء خافت؟ غادي نشوفوا. انتم اللي غديروه، حيت ما عندناش هادشي، ما عندناش في البيروات. ما كاينش ديك الضو خافت، وداك داكشي ديال الافلام ما كاينش. قول لي داكشي الضو ديال الشمس ديال الله، ولا البولاد اللي عندنا في البيرو، داكشي اللي كنشوف في الافلام المغربيه ما كاينش. لا ما كاينش داكشي، ما كاينش. انا مشيت نهضر على المخرجين، احتراماتي ليهم ولا كذا. الافلام البوليسيه المغربيه انا شفت شي واحد ولا جوج اللي شويه فيهم، اما هذاك الشيء لا 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 لا، ماشي هذاك هو، ماشي هذاك هو. واخا سيدي، حنا نديروا هذه القضيه ديال الاستنطاق هذه مع السي الخراز، نشوفوا هذا الشيء كامل بعد الفاصل.
هذا بحسب هذا الاستنتاق اللي غادي هذا الاسئله اللي غنعطيك. انت دابا من جابوك بهذا المحضر هذا الناس اللي شدوك لقاوك القبض لقاو في الطوموبيل فيها 5 كيلو ديال الحشيش في الكوفر اللور حط على رويدة السكور. والله الشاف ما ديالي بالله. ما ديالهاش انت. والله الشاف ما ديالي. 5 كيلو ديال الحشيش في الطوموبيل ديالك تحت رويدة السكور. شنو تتقول في هذا الشيء؟ والله ما ديالي الشاف. ما ديالكش؟ والله ما ديالي حق رويدة. الطوموبيل ديالك؟ الطوموبيل ديالي. ولكن ما عرفتش شكون دارو تما. فاش خدام انت؟ انا خدام في واحد القهوة معاه. في قهوة؟ كارسون في قهوة؟ اه مزيان. وعندك طوموبيل في سميتك شنو تتربح انت؟ لا مي لاباس عليها، مي لاباس على الشيء. امك لاباس عليها؟ بون. هنا كاين البورتابل هذا لقينا فيه واحد بزاف ديال المكالمات مع ناس عندهم سواق في الحشيش في البورتابل ديالك. التليفون ماشي ديالي يا الشيف، راه ديال الدري صاحبي. واخذوا لي انت؟ لا وبيت... درت لها كارت فيه يعني ديال التليفون ديال السيد صاحبي. ديال السيد، ولكن انت عيطت لهم، عيطت بهذا التليفون، كان دي زابيل انت معيط لهم. لا ماشي انا، ماشي انت اللي معيط لهم. فاش شحال تربح انت؟ اوكي كنربح 1500 درهم وشي شويه البوربوار. هادشي باش ديال انت ديك المكانه اللي في يدك دايره استاد المليون وهادشي كله عندك. لا كادو الشاف كادو. هاد كادو. امك تعطيك الفلوس؟ امك لاباس عليها؟ ولاش خدام انت كاع امك لاباس عليها وخدام كارسون في قهوه؟ وقالت لي خدم بدراعك. فين انت شديتي هنا على الحشيش جوج مرات؟ عفا علينا الله الشاف. عفا عليك الله. عاد خرجتي من الحبس، انت عاد خرجتي. باقي ما عفاش عليك الله، يلا 3 شهور انت مشيت عاوتاني ب 5 كيلو ديال الحشيش، شنو تتقول هنايا؟ الشاف راه قلت لك اش كاين، انا الطوموبيل ديالي ما عرفتش شكون اللي دار لي هذه، بغى يلصق لي مونتي في الشاف. حتى هذه المرة كنتي قلتي في المحضر ديالك الأول نهار شدوك تتقول السيارة ماشي، تتقول السيارة ديالي والحشيش ما عرفتش شكون اللي داروا لي، عندك محضر سابق الأول تتقول فيه فاش تقدمتي. الشاف انا بين يديك دابا، انا نقول لك ما تقدرش تقول الشاف هادشي مكتب الله وهادشي كتاب عليا وانا راه معمري نعاود هذه الاخرى. لا الشاف لا ومعمري نعاود لا الشاف حلفت ديك المره، حلفت لك بالله ديك المره وحلف عاوتاني هذه المره، قول والله ما نعاود. فين كنت حاط الطوموبيل ديالك باش ديروا فيك الحشيش انت؟ تحت الدار ديال الوالده. ايه هما جاو الحشيش تما. الشاف. وموقفوك البوليس هربتي؟ هربت لان وليت كنقمز من البوليس فيما كتبوا لي. هتجري كله بالطوموبيل، تجري جري يا ما تجري يا ما تجري، كله تتقمز من البوليس، كله خوف من البوليس. خوف ما تشديت جوج مرات الشاف. كنت كنشوف البوليس. كنتزريط. علاش موقفوك وبقاو تيقلبوا الطوموبيل؟ قلت لهم لقيتوا فيها شي حشيش راه ماشي ديالي. باش عرفتي كاين الحشيش فيها؟ اش قلتي في نيتك زعما ربما شي واحد جا دارك الحشيش؟ حسيت اش. حسيتي؟ حسيتي بان شي واحد جا دارك الحشيش تما في الطوموبيل؟ شميت اش. شميتي؟ تسكمي انت؟ لا الشاف. ما تتكميش؟ شاف تخنق لي، خف لي شويه الكرافات الله. اخا تزيرت زيرتينيش. تشرب بغيتي الماء؟ الله يحفظك. جيبوا لي الماء. راه شقر هذا الماء الله. كنتي تشديتي المره الاولى وتشديتي المره الثانيه حشيش ديما هزتيش في الطوموبيل، الهضره ديالك هي الهضره ديالك تتشاف سبحان الله العظيم، ديما عندك انت والله الشاف ما عرفتش شكون اللي دار لي حشيش في الطوموبيل وانك تحط قدام الدار مشيت البوليس خفت وهربت، ديما تتعاود نفس القضيه. عجب عجب عجب. وديما انت عندك لابس مزيان وديما انت الكومبليوت وانت ما لبس تعطيني امي. تتعطيك يا تتعطيك؟ تتعطيك شحال تتعطيك هاد امك؟ تعطيني تقريبا واحد 5000 درهم في السيمانة. 5000 درهم في السيمانة؟ 5000 درهم وقتها تخدم انت في القهوة؟ 1500 درهم. 1500 درهم. والبوربوار كتجي شي 2500 درهم. وعلاش هذاك من القهوة مشاو عنده قال لك اودي هاد السيد انا ما خدمش عندي عمرو خدم، علاش كذب علينا؟ قال لك عمرو خدم عندي. شكون هو هذا؟ مشاو معاك للقهوة اللي خدام فيها وقال لهم السيد ما تيخدمش عندي وكاين محضر. كذاب الشاف كذاب. وكاين محضر ديال. اتسكت بقا صوت عليا. وكاين محضر ديالو تا تقول فيه انت محضر ديالو تيقول مول القوان عمرو ما خدم عليا عمرو خدم معايا. كذاب الشاف والله حتى كذاب الشاف. ما خديتش تقول ما خديتش تقول هادشي مكتب الله سي وعمري ما نعاود وكذا 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 وكذا. الحشيش عندك في الطوموبيل مول القوان ما خدامش معاه امك من مشاو غيشدوها قالت لك ما بغيتيش تدخل سوق راسك عيت معاك شكون اللي قال امك وتتقول انا عيت معاك وانا قارتيني نقفز قفل الحبس واشنو تقول هادشي؟ ما لقيتي ما تقول؟ ها؟ اسمح لي اسمح لي اش غتقول هادشي كتبوا الله؟ مكتب الله كيسوع ما غتعاودش دير هادشي؟ عاد تكيسوا عليا ما غتعاودش دير هادشي؟ ولكن تكيسوا عليا باقي لك سؤال واحد شنو؟ قول والله ما نكذب والله ما نقدرش والله ما نكذب وسير مع الدري وريهم هذا اللي بالك الحشيش وداك الشيء يلاه نوض مع الدري نوض امشي معاهم امشي معاهم عارفوا فين كاين؟ عارفوا يلاه سير نوض شكرا نوريتي
لا حول ولا قوة إلا بالله. زيرني زيرني. تبارك الله عليك سي خراز. الله يبارك فيك. شكرا. أول مرة تعرضت الاعتقال بحال هكا. واستنطاق. واستنطاق. دونك بحال هكا تقريبا كيدوز الاستنطاق. هكا تيدوز. ماشي كيف كنشوفوا في أفلام. لا هكا تيدوز. أنا معك في هذا المشهد هذا اللي درنا. هو مشهد تمثيلي. مزيان. أنه هكا تيكون الراجل جالس والبحث تيكون بهذه الطريقة. واليوم حاليا كما قبيله كتهضروا على الادله ما بقاش غير الاعتراف سيد الادله وكل الادله سيده الاعتراف. انا قبيله انا تنسولك وتنعطيك اسئله وتنبين لك الادله باش سكتك لان هذيك الادله باش سكتي هي اللي خص الان الفوس يخدموا عليها. جبنا المحضر قدامنا تنقولوا عندك سوابق عندك سياره عندك فلوس فلوس ما خدامش وعندك هادشي كله. امك تتقول عييت بان قلب عليك انا نتبعك انا نبحثنا مع امك تتقول اين نتبعك انا بالكفاف هذا كانت ادله حطينا لك ادله هي اللي طلبنا بالصمت تطلب منك سكت وقول سمحوا لي وقول ما نعاود شيء لان احنا كملنا الادله اللي عندنا حطينا الادله تسيد الاعتراف وهادشي اللي ولا دابا وهذا المشهد راه هو اللي ولا دابا جالس والافلام المغربيه الافلام المغربيه سي خراز ملي كنشوفوا الافلام تيقول ليه سيد سعد الضابط راه لقينا المفاتيح في السياره هذوك 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 الافلام المغربيه هما تيضحكوا البوليس الا كانوا تيتفرجوا فيهم البوليس المغاربه والله تيضحكوهم بالله تيضحكوهم بوليسي تيوقف قدام الشاف تيقول الشاف طف السلام عليكم الشاف حنا جبنا هذاك المجرم هو معنا وعندنا مثلا بحال هذه ديال حنا جبنا المفاتيح ديال السياره التي لقينا لها كذا كذا وهاد العصابه شادنا شادنا حنا انا باقي ما شفتش شي فيلم مغربي اللي شفتو تمثل البوليس المغربي حقيقه ديال البوليس المغربي كيما خصو يكون كيما حنا تنشوفوه هذيك الطريقه ديال كيفاش تهضروا مع الرئيس كيفاش الدخله ديال هكا وتيدخلوا فيها شويه ديال الافلام البوليسيه تيدخلوا شويه ديال الافلام ديال البوليسيه بحال شفت واحد الفيلم واحد البنت تدير مع واحد تضربوا تيطيح كذا حنا تنتمناو يكون شي فيلم مغربي مغربي يكون فيه نشوفوا الكوميساريه اللي داخل فيه ونشوفوا البوليس بصح ونشوفوا اما داكشي ديال الافلام تيخلطوا مغربي فيلم مغربي هو بغا يدير مغربي مع شي سيناريو امريكاني مع شي شي حوايج ما كاينينش تيدير شي حوايج ما كاينينش المهم انت دابا زيرتيني هنايا زيرتيني الزيار زيار بين الناس بانه البوس الادله الادله هي اللي زيرتني جات اتفقنا على الادله احنا غنرجعوا سي الخراز الفيديو ديالك فيديوهات ديالك فاش كتقول هذه الكلمه ديال زيرنا درنا واحد المونتاج نشوفوا حالا ونرجعوا زيرنا الزيار سي الخراس ما عندي ما نقول زيرنا يا خويا لصقات فيا واحد اللصقه سي الخراس الله الله سي الخراس انت اليوم بغينا نعرفوا ايضا الوجه الاخر ديالك اشنو كيعجبك يعني من غير المهنه ديالك كتسمع شويه الموسيقى كيعجبك شنو هي عندك شي هوايه من غير نعم عندك شي هوايه الموسيقى تجميع الموسيقى ندير معك دابا واحد الاختبار ديال الموسيقى مع السي سعيد بن تيخه غنديروا معك اختبار ديال الموسيقى المغربيه نعم اغاني مغربيه الزوينه ديال ابراهيم عالمي وديال الاغاني المغربيه الخالده نعطيوك مقاطع وخصك تعرف على الاغنيه الا ما تعرفتيش عليها غادي نزيروك سي الخراس انا حتى نبغي الموسيقى الصامته بزاف صامته بزاف موسيقى الساكته بزاف ولكن نحاول خلينا شنو هي لطيفه رفات هذا برد وسخون برد وسخون يا هو انا ايوا ديال الاطلس رقصة الاطلس برافو عليك يلا عطينا شي مقطع اخر ما تقشي بيا انت ما كتثق في حتى شي واحد ها لا ما تنثقش Thank you.
الدكالي. عبد الوهاب الدكالي برافو عليك. الله 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 يا ذاك الانسان الا زين فيك يا سيد الخراز. معاهم 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 بس يخدم. الله 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 يا ذاك الانسان يا ذاك الانسان انا زين فيك. تبارك الله عليك سي خرز. سي خرز كنعرفوا دابا تبارك الله الامن الوطني يعني من الاستراتيجيه ديالو انه يقرب جهاز الامن من المواطنين وانه دائما كيكون هذاك اليوم الوطني الابواب مفتوحه الابواب مفتوحه ديال الابواب مفتوحه ديال الامن الوطني وحاجه زوينه ولاو كيديروها بزاف. نعم. اللي كنحييها عليهم هو انهم مره مره كيديروا تكريم لشي طفل وكيعطيو البدله ديال الشرطه وكيعطيو طابليت وهذا. هادشي اللي كان مع واحد الطفل اللي سميتو انور حمدي واللي تكرم. نعم. بامر من سي الحموشي. نعم. غادي اليوم نستقبلوا الطفل هذا بالزي ديالو وكان فرحان بزاف. استقبلوا معايا عفاكم الطفل انور حمدي. السلام عليكم. وعليكم السلام. لاباس يا السلام عليكم. كتعرف سي الخراز؟ ها؟ كتعرف سي الخراز؟ كنعرف. فين كيكون؟ كوميسير. فين؟ كوميسير. كوميسير، برافو عليك. طيب تخدم معاه ياك. كلشي مزيان. عاود لينا تبارك الله، شكون عطاك هاد اللبسة الزوينة هادي؟ عمي الحموشي. ياك؟ وكي جاتك هاد القضية هادي؟ ها؟ فرحاتك؟ اه. ياك؟ اه. وشنو عطاوك اخر؟ عطاوك غير لبسه فقط؟ عطاو لبسه وطاوله. وشنو اخر؟ لبسه وطابليت. هذا راه ديال المفتش. ياك؟ اه راه مفتش هو. مفتش الشرطه. لا مفتش الشرطه هو. مزيان. وشنو تبغي تولي ملي تكبر ان شاء الله؟ ولي بوليسي. ياك؟ كيعجبك هذا المهنه ديال البوليس؟ مزيان مزيان. شنو كيعجبك في البوليس بزاف؟ تحاول حال. قول لي شنو هما الحاجات يلاه. كيزيدو الناس فوارا. اها. تعامل حال بزاف. تا قول قول. تا تعامل حال. تا قول لي يا صاحبي. تعامل حال يا ولد. مزيان مزيان. اه. هادشي 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 زوين باش نسمعوك بحال هادشي باش السي الحموشي يعطي واحد واحد القيمة كبيرة لواحد الدريك بحال هذا بحال أنوار. حنا كما قلنا دابا هذيك الأبواب المفتوحة اللي درت طنجة وزارها 30,000 30,000 ديال المواطنين شافوها واللي في أبواب مفتوحة. الإدارة العامة للأمن الوطني حطت الحوايج معدات لباس معلومات حول الشرطة حول المدير العام للأمن الوطني بحال حلوا المدير العام للأمن الوطني وقالوا الناس دخلوا تشوفوا. وليتي كتعرف أيضا طريقة الاشتغال الأعماق ديال هذا. راك شتي السي الحموشي دابا مع الصحافة مع الصحافة كيف كيفاش ولا التعامل مع الصحافة هذا الشيء راه ما كانش شيء بكري وكيفاش ولات الصحافه تاتي يعيطوا عليها باش تحضر لبعض الحوايج بحال الارهاب ودير التغطيه ايضا ودير التغطيه ولا تحرير التغطيه. كون ما كانش هذا الشيء هذا ما نكونش انا في البرنامج ديالي. نعم. مثلا ما كانش دخل في هذا الشيء وقف لي هذا الشيء هذا. لان انت الان كتهضر بحريه وكتعاون. نعم. هذا الانفتاح اللي ولا ما بين مدير العام الوطني والشعب عاد حبب الشعب البوليس اكثر. اليوم الناس بقوا تيحبوا انه ولاو تيعرفوا كان تعرفوا واحد البوليس اللي كان مسدود عليه في واحد القوقعه عندك الكوميساريه البوليسي كذا كذا. اليوم هذا الانفتاح كان كبير بجد بالجد ديال هذا الرجل هذا الله يطول عمره سي الحموشي وانا تنصفق عليه من هذا المنبر على هذا الشيء اللي تيدير. مرحبا. ايوا سيدي احنا فرحانين بزاف. ها مفتش انور. مفتش نقدر ندير معاكم شي سيلفي؟ واخا. اش بالك؟ فين نصيفطوا لك؟ ها؟ فين نصيفطوا لك؟ واتساب. شات صح. انا معاك. صورني معاه صورني معاه. اييه بغيت نصورك معاه. صورني معاه. شو اللقطه اللي دار بعدا هو؟ دير بحال هو سي خرز.
لا 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 شكرا انوار. قولي انوار بخير. قولي شنو الحلم ديالك انوار؟ ما كنت صغار كنت كيعجبني البوليس. كتقرا مزيان انوار؟ مره مره. كتخصك تقرا مزيان باش تولي بوليسي مزيان. خصك تقرا مزيان. زيد تقرا مزيان ماشي مره مره. علاش قلتي لي مره مره؟ انا انت غتولي غير بوليسي مره مره. فاش كان الحجر الصحي ما قريتيش؟ هنا كتقرا من الدار ياك؟ اه. عندك صحابك؟ اه. عزاز عليك؟ اييه. كاين شي وحدين ما عندكش معاهم ياك؟ ها؟ كاين شي وحدين ما عندكش معاهم؟ اييه. شكون هما؟ ها واحد الدراري. شو سميتو؟ سميتو حمزه. علاش؟ علاش ما عندكش معاه؟ كنحملوش. اسيدي انا فرحان انك معايا اليوم. هاني ميتك. شنو الكلمه اللي تبغي تقول للناس اللي كيشوفوك دابا مغاربه؟ دابا اليوم كيشوفوك بزاف المغاربه في المغرب وخارج المغرب. شنو تقول لهم اليوم من رشيد شو؟ شكرا بزاف وشحال من حاجه. تشكرهم بزاف وشحال من الحاجه بزاف مزيانه. عمرك شديتي شي مجرم ولا شي حاجه؟ عمرك شديتي شي مجرم ولا شي حاجه؟ لا. ما عمرك لقيتي مخالفه لشي واحد؟ لا. ها؟ تيبان لك شي واحد كيدير شي مخالفات شي مره؟ شنو المخالفه اللي شفتيها بقى فيك الحال قلتي ما كرهتش نشدو؟ قول لي. عقل اللي تيكبر يبقى عاقل اليوم. قول لي. واحد دار كيزينا. اش دار؟ كان كيشفر. ها؟ كان كيشفر. كان كيشفر؟ اش كيشفر؟ تيليفون. اسيدي تبارك الله عليك، شكرا لك بزاف اصاحبي. شكرا اللي حضرتي معنا. ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله وزيد قرا مزيان. صافي؟ صافي. شنو تقول للخراز اليوم سي الخراز؟ شنو تقول ليه؟ ما شنو تقول ليه؟ شنو تقول ليا؟ تحياتي. تعيش، الله يحفظك. الله يحفظك، تحياتي، تصبح عليك. شكرا. سي الخراز. نعم. عندنا واحد الفقره. باقي انا اسمح لي انا عند بالي مشيتي. ها؟ عند بالي مشيتي. كنت تشطح تما ما كنتش تشطح تما كنت تشطح والله ما شفتك انا كنت تشطح. انا عند بالي مشيتي بحالك. علاش رجعتي؟ ها؟ علاش رجعتي؟ ما كاين ما يدار. شكرا الله عليك. انا قلت لك زعما شكرا باش 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 نكمل الحلقه مع السي خرات وتتبع معنا الحلقه. ساعه قلتها ليا. شنو هي؟ ساعه قلتها ليا. قلتها لي؟ لا ماشي مشكل انا قلتها لك بطريقه. تبارك الله عليك. شكرا لك. السي خرات حرها لي عفاكم. سي الخراز. اهلا. عندنا واحد الفيديو سميتو الكلاش باك. واحد الفيديو كلاش باك. هذا الفيديو دائما كنديروه باش كنقشبو مع الضيف اللي حاضر معنا. هو فيديو شويه فيه الضحك. كنجبدو دي زيكستري ديالك ديال الفيديو ديالك وكنديرو بهم واحد المونتاج نخليك تشوف الكلاش باك حالا ورجع. واحد السلام عليكم. اليوم انا الخراز. لا ماشي الخراز ديال الصبابط هذا. الا مشى حتى طرق لك شي مسمار غيسمر لك شي 20 عام ديال الحبس. بسم الله الرحمن الرحيم. متتبعي قناه الخراز عبد القادر مرحبا بكم. سير خراز. نعم. شي منتقدين قالوا كنتي كتسوق غير الصطافير. اش كتقول لهاد الناس؟ بقاو ما يديروا والله ما عندهم ما يديروا. ايوا الله يسمح لهم. عطيتي راسي اصافي ما تديش عليهم. الصلاه على النبي. الخراز دوز بزاف ديال الجرائم في العديد من المدن. لا داعي لذكر الاسماء باش ما يتخلقوش الناس ديال القنيطره والرباط والدار البيضاء.
هادي من جهه. على اين عطينا شي طريفه وقعات لك مع شي شفار؟ هز واحد الحجره وشي ربا ويدمغني دمغني بدي الدم هنا مشى بحالته مشى تيجي ايوا راه حيت كتزيرهم بزاف السي الخراز. راح نزيروه وضربنا ليه واحد الزيره مزيان وزيرناها وانا مشيت لا تزيرني حتى انا تاودي راسي الله يرحمك سي الخراز. ما كرهناش نتقربوا منك اكثر ونتعرفوا عليك اكثر لانك الان وليت شي شخصيه عموميه كيحبوك الناس وبزاف باغيين يعرفوا عليك اشياء. قالوا لنا كانت عندك شي قصه سبيسيال في, 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 في العرس ديالك. العرس ديالك قالوا لي كانوا حاضرين لي غير البوليس سمعت. اغلبيه كانوا بوليس كلهم كانوا بوليس في ذاك النهار هذاك والناس اللي كانوا حاضرين حاسين براسهم بحال كازين في كوميساري. حنا من جاو البوليس كاملين في ديك الليله هذيك اضطرينا باش نعزلوا الناس ديال الحومه على البوليس انه بس كثر والقصاره ديال البوليس في شكل وذاك الضحك على بعضيتهم في شكل وديك القشابه بعضيتهم في شكل. قلنا بو شدينا واحد الصاله اخرى ودنا فيها الناس اللي هما عادي وخلينا البوليس بوحدهم. غنعطيك بعض الصور وبغيتك تعطيني عليها تعليق. شوفوا الصور. تنعرف هذا السيد هذا تنعرفوا ياك ياك ودابا باش تشوف داير لي الكلامونيت ولا كريس هذا ميكانيسي انا هذا ميكانيسي عنده لا كريس هنا هذا انا ولكن انا عمري ما سديت كلامونيت بحال هكا. هادي استفيت من برا واحد شويه غنوريك استفيت من الداخل وقول لي واش حقيقي داكشي اللي من الداخل. نعم هادي استفيت من برا. نعم نوريك استفيت من الداخل. لا هادي استفيت ديال مارس الزفاف العريس ولا الزفاف سي الخراز كنعرفوا عليك انت الصدق والصراحه في الاجوبه ديالك ياك. نعم. عندك واحد البونكارت تما حدا هادي فوتو ديالك هي تاخذها فيها نعم ولا لا. اوكي غادي نسولك شي اسئله وتجاوبني اه ولا لا. نعم ولا عندك شي تفسير عطيه لينا. نعم سي الخراز واش سبق شي مره تعاطفتي مع شي مجرم وخففتي عليه باش ما يتحكمش عليه؟ لا لا ما عمرك تعاطفتي مع شي مجرم. واش سبق شي مره تعرض عليك مبلغ مالي مقابل انك تحرف مسارة قانونية في شي قضية؟ لا. واش سبق ليك وتسببتي في القبض والحكم على شي مجرم ومن بعد اكتشفتي انه كان بريء؟ لا نهائيا. واش عمرك اضطريتي تستعمل العنف الجسدي باش تخلي شي واحد يعترف؟ نعم. كيفاش؟ غادي نشرح لك كيفاش. لأن واحد المجرم هو ارتكب جريمة شنيعة ديال واحد القصر وعندنا ما يثبت إثباتا تاما بالدلائل وكل شيء وهذا وهذا ولكن بدا تحتقرني وتحتقرني بالكذوب ديالو وتحتقرني وكل أدلة تنحط له إلا وتي تي تنفيها تنفيها معايا ثابتة وبدات يهدد لي الشهود بحضوري. نفعت واحد انفعال وهاجمته وطيحته وصحابي هما اللي دخلوا باش فرقوني منه. واش عمر سي الخراز اضطر أنه يستعمل السلاح الوظيفي ديالو في شي تدخل؟ نعم مرة واحدة كان واحد الهجوم ديال واحد السيد كنا تابعينه وهاجمني وكنت انا في واحد الدرب واقف باش نتسناه يخرج لجهتي وخرج لجهتي ومن خرج تفاجئني بداك داك الجنوي اللي هاز وفنيته باش يضربني ولما هربت حاولت نهرب بقى تابعني وانا اضطريت باش ندور ودرت واحد البرطاسة في السماء سوميسيون شفتو والو ما كاين شيء وشير بها داك المسلي عنده قاسي واحد الجاكيطه كانت الحمد لله كانت الشتاء وقطعها واضطريت هربت ورجعت شفتو تابعني هربت واحد الهربه غير بعدت منه ورجعت وضربت رصاصه قاسو في الكتف ديالو. واش عمر الخراز مر بشي مرحله صعيبه اللي فكر فيها انه يحط سلاح يقدم الاستقاله ديالو؟
المرحلة الصعيبة اللي دزت منها واللي بقت عندي وشوية بقت قاصني في قلبي، نهار شديت لانتريت حتى واحد ما وداني، حتى واحد ما وداني بقى فيك الحال. اليوم سي الحموشي عطي تعليمات اليوم الحمد لله مع هاد المديرية الجديدة، أي واحد تيخرج إلا وتيدير التقاعد إلا وتكون واحد التهنئة من الرئيس ديالو الناس ديالو، تيدير واحد احتفال صغير وتيديروا هادي وتيديروا هادي واحد الحليوة وصحابو تيتجمعوا عليه وكذا وكذا. بكري ما كانش هادشي، ولكن هذيك بقات فيا، بقات فيا بزاف، لأن أولا تفاجأت بلا رطرت ما كنتش رد البال، تفاجأت. وثاني كنت مريض ذاك الوقت، كنت شوية عيان، ولما جا لك مسؤول قال لي سير 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 عافاك دابا راك فضيتي، سير طلع الفوق باش زين المحضر ديالك، راك جاك التقاعد ديالك. وخديته وكنت خارج بوحدي، غادي بوحدي، ودخت في ديك الخرجه اللي انا غادي بوحدي، دخت وتمسيت فيها، مسيت فيها. ولكن الحمد لله النهار اللي استدعوني وعلقوا لي هاد وسام، هاد وسام ديال صاحب الجلاله، وسام الدرجه الاولى الحمد لله ديال صاحب الجلاله، وعندي هاد الوسام وتعلق ليا، نسيت داك الشيء، عرفت بانه كان واحد الاعتراف، واخا جا مؤخر كان اعتراف كبير كبير كبير، ما عيطوا ليا وعلقوا ليا وسام ملكي من الدرجه الاولى اللي تنفتخر به، وهذا الرمز ديالو الحمد لله. وانت كتعترف دغيا اخويا؟ ايوا راك زيرتيني. سي الخراز، انت دائما ملي كتبغي تبدا الفيديوهات ديالك كتضحكني بواحد الجمله كتقول، انا شخصيا حتى انا تبعت، نعم انا شحال مره ما كيجيش ناس خصني نتفرج فيك هاد الناس. شوف كتقول دائما واحد الجمله بحال الا كيبدا شي فيلم ديال الخلع، فيلم ديال الخلع تتقول حيدوا الدري الصغار، انا كنقول غينوض شي فيلم ديال الخلع هذا عرفتي، بحال الماده ديالك لا ينصح بمشاهدتها من طرف جمهور الناشئ كيف كنقولوا في دوزام. انا ماشي صحافي وماشي اعلامي، انا في هذه المهنه هذه انا عصامي، راك شتي السر ديالي كيفاش داير. نعم. ولكن الاخوان اللي ما تعرفوا في الصحافه وفي الاعلام تيقول لي رد بالك خصك تكتب لتحت اقل من 18 سنه عندك الدري صغار، راه هذا الشيء تيكون فيه عقوبات من بعد عرفت من يوتيوب ولا ما عرفت كذا كذا، دير قل من 16 قل دير قل من 17، اللهم تنقول لهم ديريكت حيدوا الدري الصغار. علاش؟ لان ما عنديش حاجه تتخلع، حيدوا الدري الصغار اخويا. اللهم ماشي شي حاجه، ماشي غنخلعهم، ولكن بعض بلا ما شعرت نقول هو يذبحها، تخاف ذاك الدري يقول لهم امي اش ذبح؟ شنو ذبح؟ دجاجه. اللهم يلا شوفوا شوفوا هذا الفيديو هذا ونرجعوا يلا. الدري الصغار بعدوهم 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 الدري الصغار، حيدوا الدري الصغار، حيدوا الدري الصغار بعدوهم، بعدوا الدري الصغار من هذا الشيء هذا. حيدوا الدري الصغار خليهم يلعبوا، شوف داك الدري الصغير الله يرضي عليك كذا كذا، وحيدوهم تما، بعدوا الدري الصغار من هذا الشيء هذا. الدري الصغار بعدوهم 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 الدري الصغار. زوينه هذه، الدري الصغار صحابي انت بغيت الدري الصغار بزاف. انا سي الخراز بصراحه واش كنتي كتوقع ان هاد الفيديو ديالك اللي هما داروا بواحد الشكل بسيط فوالا، كنتي كتوقع انهم ينجحوا بهذه الطريقه هذه؟ لا لا لا، كنت نقول انا من خلالهم غنوصل الرساله ديالي، كنت انا اللي كنت نتمنى هو نوصل الرساله ديالي، نهضر الناس على الجريمه، على مثلا بحال الايام ديال السماوي ديال جريمه ديال الكنز، كنت نهضر الناس على هذا الشيء باش يعيقوا. اجيب على ذكر السماوي، كاين دي كود ولا واحد الغوص ياك اللي كتقولوا انتم الشرطه ياك ولا ما كيعرفوش الناس؟ لا اعطيني مثلا، اعطيني. لا لا، هاد التسميات هادو هذه ديال السماوي هي معروفه عند الشرطه وعند دوك اللي تيديروا هاد الحرفه هادي، السماوي الصرارفيه الفراقشيه مثلا، هاد سميات بحال الفراقشيه تيضربوا البقر تيسرقوا البقر، الفراقشيه هما اللي كيسرقوا البقر، تيسرقوا البقر السماوي هما تيديروا هاد اللعبه ديال السماوي، مثلا تيوقف شي امراه توقفها بحال مثلا دوك تيكريسي وتتسمى التوقيفه، اش تيدير تيدير التوقيفه تيوقف تيوقف الانسان تيوقف بنادم. والسماوي والسماوي السماوي هو مثلا اولا خصو يوقف المراه، يوقفها في الشارع باش يهضر معاها. هاد السماوي كيفاش تيخدموا؟ السماوي تيكون مثلا هو لابس جلابه، شاد شي قفه في يدو، واقف في السوق، واقف في السوق جوج عيلات تيهضروا، تيوقف هو تيتصنت لهم، كاين عيلات تيهضروا بزاف، كتمشي تتقدى في المارشي مع تسعود، ما تجي 12 تدخل الدار غير بلا 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 بلا، تيهضروا بزاف كاينين، تيوقف حداهم تيبقى يتصنت، طلق ودنيه اليوم
اخرى تهضر مع بنتها مع صاحبتها تقول لها جات بنتي عائشه عيط لها اخوها من اسبانيا قال لي امي خاصها شي حاجه كذا 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 تياخذ معلومات من خلال الهضره ديالهم هما بجوج تيهضروا هو تيدور من لهيه تيتقن المراه اللي عنده فيها الخدمه ما عندك من دوك الجوج تيقول لها سمحي لي انا بغيت نهضر معاك الله يرحم والديك الا قالت لي بغيت نهضر معاك الله يرحم والديك تقول لي سمح لي هادشي بحال ولكن تيقول لها سمحي لي واش كاين شي جامع هنا بغيت نصلي واحد الجركات الله يكثر خيرك الجامع الا سمعته المراه السيد مسكين بغى غير يصلي تيقول انا براني بغيت شي جامع كيدير لها داكشي ديالها الجامع توقف المراه توقف دير الخير تقول لها اجي سيدي ها الجامع تيقول لها انت درتي فيها خير وانا شريف وفقيه نقول لك الله يرحم والديك صلى في ولدك مصطفى اللي في فرنسا ولا في اسبانيا راه غيجي من الله التيسير وعيشه راها مريضه ولكن غيجيب كذا 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 المراه تسمع واحد الهضره من دارها هضره على ولدها على كذا تقول كيفاش عرف هذا السيد وغير هي اللي كانت تقولها مع هذيك السيده كانت تهضر معها هي كانت تهضر معها هو تلقى لي تيقول بنتك عايشه وكذا كذا هي خدامه تهضر مع وحده كذا ولدك بنتك كذا تتعاود هي تسمع هنا تيثق فيها هنا تيدوزها من ديك الدوزه تقول مثلا بغيت نقول لك راه عندك شي رزيق في الدار وسمحي لي راه عندك شي ذيب سمحي لي رانا غير شريف راكي ما عصرتيش عليه وما زكيتيش عليه الله يعطيك الصحه نعطيك واحد كتيب لوجه الله ديري مع ديك البركه اللي عندك في الدار وسمحي لي ما تحولي حتى قدام بابك وكذا وكذا وتبقي تجر معاه في الهضره كيدير حتى توصل معاه حتى قدام الباب كاع تقول انا تنسناك هنا جيب لك البركه نحطو في هذا كتاب الله اللي كذا وكذا بالهضره بلسان بلسان ماشي ساهل واش حاجه بلسان تستطع تجيب لك شيء وتخدمه هذوك هما اصحاب السماوي وكاينين وموجودين 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 هذو اصحاب السماوي كاين شي مجرم اللي صدمتي فيه قلتي هذا ما يمكنش يديرها ولقيته هو مولاها لقات واحد الجريمه وواحد السيد اساس في واحد الحومه واحد اساس شادنا وجات ودي راه تيكون معاه في الراجل الكبير تيعاوننا وداك الشيء وبدا معنا 15 يوم ديال رمضان هو تيعاوننا اساس اساس تيعاوننا راه تيجيو فلان وحدين تيتجمعوا ليه عافاك الا جا شي واحد تقول تيجي للكوميسير يقول راه جا واحد الدري عنده موتور ربع شتو راه وخدام معنا 15 يوم ديال رمضان هو تيجرجر فينا لقيناه هو اللي قتل هو عذبناه 15 يوم ما قلناش هذا هو اللي غيديرها هو مسكين عساس غير مدينا غير المساعده كاين اللي عنده هذا الدهاء هذا كاين اللي عنده هذا الدهاء فانه يعني يخلي الشرطه ما تحسش به هنا تنقولوا احنا البوليس في البحث يكون عندك النفس الطويل تقول هذاك فلان عنده النفس الطويل في البحث مثلا تصبر في البحث تزيد مجرم مثلا سي خراز مثلا ملي كتكون كتصنتخو شنو هما الاشارات ولا شنو هما الحوايج اللي كيخلوك تحس بانه تيكذب خصك تعرف المجرم مثلا اللي تيكون كذاب تيكون بعد الجامعه القصه هو جامعه ودير بحساب غيشدوا ليه البوليس او غاتجيني استدعاء ومن تيجي تيجيب داك الشيء جامعه في راسه قصه مكتوبه كنتي كتلبح انا مع ادريس فينا في القهوه خان خويا عيطوا عليه كذا وسولوه ديك الهضره ديالهم بنادم كذا تيبقى يهضر معك بهذه الهضره وتيبقى تفصل في التفصيل تفصيل تفصيل مع الربعه خرجت من القهوه مشيت قص في الدار نقول لك وصلت مع ديك الخمسه درت كاسكروت مشيت عند واحد صاحبي قال لي مع الثمانيه كنت عنده شتي تيبقى يعطيك ما تيبقى يركز لك تتعرف راه مصاوبهم قداو تما كتعرف بانهم مصاوبهم قداو ومجدك باش غتجي انت عنده باش غتشدو باش غتسولو الا شدوني كذا كذا حتى شحال من واحد تجي غير استدعاء في الليل تجي تقول غدا يجي عندنا تعطيوها لي اليوم في الليل تيبقى يوجد ليها تيوجد سول على هذه نقول لهم هذه زوج فوقاش تلف ما تسولش السؤال ما خممش فيه في الليل ما دارش لي على باله تما فين تي تيبون بالفران تيحصل طلبتي من شي واحد السماحه ظلمتيه اثناء التحقيق ولا شديتي شي واحد شي نار ومن بعد قلتي اسمح لي انا غلطت فيك اوقات ما نتفوا هذه ماشي شديتي ماشي شديتي مثلا انت تتقلب على شي واحد صفار ولا شي واحد في شي درب تيكريسي واحد شاف الطوموبيل بوش علق تتبعو تطيح انت وياه في الارض وداك الشيء وتتجيبو تلقى غير خاف منك مثلا غير خاف منك وانت تتقول تيقول راه تيكون في واحد القنت واقف ديما تيوقف بواحد الجاكيطه غاتشوف راه ردوا بالكم اللي يعلق لكم ما تمشي تلقى واحد واقف نيت بالجاكيطه ماشي هو الانديفيدو ولكن انت ملزم باش تبعو ومن تشدو لابد ما تقول ليه متى تعرض ولا ودي اسمح لينا وصافي كتاب الله والصلاة على النبي وهذا وهذا ماشي قاعد تشدو وتخشيه في الحبس وتصنت ليه ودير لي محضر تقول لي واسمح لي لا ما كايناش تشدو في الشارع يمكن توقع غلط في الشارع وتتحل مشكله في الشارع ماشي حتى تجيبوا الكوميساريه وهذا متى تجيبوا تكون متاكد بانه دار عاد تركبوا عاد دير لي مينوط عاد كذا اما تضربوا على الله ودير لي مينوط وتجيبوا دير لي محضر في الخط تقول اسمح لي سا سدي با لا البوليس اللي هو عنده دام سا سدي با شي واحد شي جريمه ضحكاتك شي حاجه ما تنساهاش واحد انا نقول لك واحد القضيه
ضحكني بزاف انايا ضحكني. واحد النهار واحد خينا انا ساديون في البيرمانونس هو تيقمقم تيهضر تيدي انت فيه واحد الخير قال نعم كنت غتشد القنت وغتسكت هو انا مسال الحيط وبقى شاد دوكا قلت ليش تدير قال لي شاد القنت قلت لي بالك وقفتي انت شاد في الحيط قال لي قلت لي اذا شاف شد في القنت انا شاد في القنت انت تبارك الله انت يا نعم عندك انشين يوتيوب نعم اللي نعم كدير فيها حلقات وباش نزيدوا نذكروا الناس بانه سي الخراز سبق وقدم برامج قدمتي اشتغلتي في برنامج اخطر مجرمين اخطر مجرمين ومسرح الجريمه ومع القنوات الاخرى اللي درت معاهم هي في ميدي ان وفي دوزيام ايضا نعم ومن بعد مشيتي للويب نعم اشتغلتي مع الحدث 24 ومع الواجهه ومع الواجهه ومن بعد قررتي انك درت انا بوحدي درتي بوحدك نعم. شنو سبب هذا القرار انك دير فيديو بوحدك؟ المشكل اللي وقع احنا ما نهضروش على دوزيام ومع ميدي ان تي في أمور داس بخير الوقت الحاجه اللي وقعت مع السي رشيد الواجهه كان مزيان وكنا غادي مزيان غير انه التنقل ديالي ما بين القنيطره وهنا كان تيطلب مني بزاف تيطلب مني معنويا وماديا ما قدرتش نتحمله ولكن كانت الامور غادا عندنا مزيانه القضيه ديال الحدث 24 هذا فقط جيت وعطيت راسي كل الحدث 24 والله شاهد عليا كل داكشي اللي عندي عطيته الحدث 24 اما كانت مشاكل وخلافات ديال التسيير والتدبير تدبير مادي ومعنوي كانوا مشاكل كنت نتمنى من الله تحدى ديك المشاكل وخلافات وتولات الخلافات تولات الخلافات حتى انني مرضت انا والله تمرت تعصبت ومرضت مرضت مرضت كنت انا تنزل لقدام وبعد اخوان ماشي كلهم بعد اخوان كانوا تيجروا اللور تيجروا اللور عيت من تبرا تيجروا اللور وما لقيت حل الا نحيد من هذا من هذه القناه بقيتيش مرتاح وندير القناه ديالي فين ارتاح دابا وشنو شنو شنو القناه ديالك باش اليوم نزيدوا نعرفوا الناس الناس اللي كيتفرجوا فينا تعرف ان اليوم بزاف المغاربه كيتفرجوا فينا في المغرب كله الناس اللي كيشوفونا اليوم ممكن تدخلوا للقناه وتابوناو عند السي عبد القادر الخراز تفضل شنو القناه ديالك قدام الكاميرا هاي هضر مع الناس القناه ديالي غير لاحظوا القناه ديالي ديال قناه خراز عبد القادر اللي فيها على نسبه ديال كا صافي هي قناه خراز عبد القادر اعلن وما فيش شي كتابه بالصفر من الفوق ولا شي حاجه تزيدوها واللي فيها اكبر نسبه ديال كا هي اللي عندي حتى واحد ما فاتني في قناه ديال هاد الساعه نسبه المشاهده عاليه يشوفوا نسبه المشاهده عاليه والناس اللي ابونيو عندنا عاليه في كا هذيك هي ديالنا دونك دخلوا وتابوناو عند مرحبا الخراز مرحبا بكم مرحبا كتفكرش دير شي برنامج في التلفازه خويا غادي نشوف مع رشيد شو مرحبا بك مرحبا بك جيت تقدم بلاصتي نعطيك بلاصتي لا لا ما لا قدمتي بلاصتي المشاهده غتدوبل انت راه عامر بالبرامج دابا ماشي غير اللي عندك كنعرف عندك بزاف كرتونه عندك ديال البرامج وتنحيي هنا تنحيي الله يعطيك الصحه تنحيي متقاعدي الامن الوطني والارامل ديال الامن الوطني والايتام ديال الامن الوطني وتنقول متقاعدين راني متقاعد وباقي معكم اخوكم بصاحبكم الان غادي نسولك اسئله ديال هادي ولا هادي بزربه واحد من الجوج تختار يا ربي السلامه التلفازه ولا يوتيوب التلفازه اليوتيوب مزيان كاين التلفازه التلفازه تكون اكثر شهره واكثر كذا كذا سنوات العمل بلا ما ننسى الخير ديال اليوتيوب هي اللي شرطني هي اللي شرطني اليوتيوب صراحه صراحه سنوات العمل ولا التقاعد سنوات العمل كنت بلو ديناميك ونشط بزاف وهذا وهذا التقاعد مزيان ولكن هو خايب ولكن سلت لي انا مع هذا سلت هذه السلته اعلاميه شويه فوجت عليا نساتني ذاك التقاعد الممل ذاك التقاعد الممل نساتو ليا سي الخراز انا كنعرف بانه حتى في جهاز الامن كاينين بزاف ديال رجال الامن اللي كيكون عندهم مواهب كتلقى رجل الامن وكيغني نعم عنده نعم صوت جميل نعم ولا نعم ولا كيجود مزيان ولا كيدير شي رياضه نعم مزيان هادشي شفناه وحنا في هذا البرنامج هذا كنعطيو الفرصه لبزاف ديال الشباب انهم يبينوا المواهب ديالهم كيبعثوا لنا في فيديوهات كل واحد شنو كيدير ها اللي كيغني ها اللي كيعزف الموسيقى حنا غنخليك تشوف انت والمشاهدين مقتطفات من هذه الفيديوهات اللي كيوصلوا لنا نشوفهم حالا ونستقبلوا واحد الصوت جميل بعد هذا الفيديو هذا شكون بحالك في الدنيا يبغيني وممتي هي المرايا اللي كنشوف راسي فيها
جابوا لي خبرك يا الحبيبة خنتيني ويا للا دتيني يا للا خيف دي ظني بي حطمتي لي تهزي يا للا رابو جبالي رابو جبالي شحال من واحد واليوم حاضره معنا واحد الشابه اللي عندها صوت جميل وجات سمعنا الصوت ديالها استقبال حرافكم الفاطمه زهراء مرزوقي وصفوا لي الصبر خيال وكلام في الحب كلام في الحب يدوب يدوب أهرب من قلبي أروح على فين ليالي من الحياة وفي كل مكان مليناها حب احنا الخرز جا الوقت باش تعترف باش تزير باش تزير وتعترف انا تزير عندك دابا كنت اش تزير انا عرفتي وليت كنحشم نزير كنقول كنبغي نقدر يفت هنا باش الناس ما يكرهونيش كنتي زيار غادي نشوفوا سي الخراز فقره كرسي الاعتراف بعد الفاصل بعض الناس اللي تصادفوا معك قبل التقاعد ديالك كيقولوا اللي كنتي صعيب بزاف وغير رحيم مع اي شخص كيجي قدامك. كنت صعيب بزاف وما كنتش رحيم مع المجرمين اللي تيتعدوا على الناس واللي تيدوا اموال الناس وتيقتلوا الناس، ما كنتش رحيم معهم. في الفيديوهات ديالك لقينا بزاف ديال التعليقات اللي كتقول باللي هاد القصص ما نافعه بوالو
بالعكس غير كتوري للمجرمين الاغلاط اللي ما خاصهمش يطيحوا فيها باش ما يتشدوش. هاد الناس اللي تيقول هاد الهضره هادي ما تعرفش شنو هو المجرم وشكون هما المجرمين. وهذوك دوك الحلقات ديالي اللي كتبع عليهم انا جريمه لا تفيد، جريمه لا تفيد المجرم، تنبيه بان الجريمه لا تفيد المجرم. والناس اللي الجمهور ولا تبقى ليه الحكم الكبير، ما تبقاش واحد فرد ولا جوج افراد، ماشي واحد 600,000 تيقولوا احنا مع الخراز مع القصص ديالو تيفيدنا، وواحد الربعه تيقولوا تيفيد المجرم. انا ما تنفيدش المجرم، ما تنبيش خطط باش المجرم يفلت، لان ما بينش حتى شي مجرم دار واحد الخطه وفلت، ولكن تنبي المجرمين داروا خطط وفشلوا في الاخر وخسروا، والجريمه لا تفيد. الخراز، واش عمرك تلقيتي الرشوه ولا تعرضت عليك اثناء ادائك للمهمه ديالك؟ تعرضت علي رشوه الحمد لله، ما خديتها شيء، لان الرشوه هي تاخذها من عند شي واحد باش تقوم واحد العمل مخالف للقانون وباش تظلم شي واحد وتعدى على شي واحد. الحمد لله هذا العمل عمري ما قمت به، والحمد لله في المدينه اللي عايش فيها وخدمت فيها بزاف اليوم تندوز بوجهي احمر وجهي عالي، لانه ما عمري تعديت على شي واحد مقابل رشوه او هدلت شي ملف او كذبت شي ملف مقابل رشوه. وتنحمد الله على هذا العمل، هذا تنحمد الله عليه اللي درته، اللي درت عملي بطريقه مستقيمه وطريقه اللي بغى الله. اما باش خديت شي رشوه باش تعديت على شي واحد او باش بدلت شي مسطره او باش ظلمت شي واحد، عمري ما درتها، اللهم لك الحمد. كتبان عندك شخصيه قويه، نقدروا نعرفوا شنو هي نقطه الضعف ديالك؟ نقطه الضعف ديالي انا هي انه تنبكي في بعض المواقف، تنبكي لما تتحقر الدري، تتحقر اليتيم، تتحقر تقتل القاصر، لما تظلم واحد المراه اللي ما عندهاش القوه تنشوفها مظلومه. نقطه الضعف ديالي تنشوف واحد السيد مقطع اطراف، لواحد السيده مقطع اطراف، نقطه الضعف ديالي هي انني تنبكي في هاد المواقف هادو، تنبكي بزاف، ما تنبغيش الظلم، ما تنبغيش التعدو. من تنشوف شي واحد تظلم سيرتو قاصر او امراه او واحد راجل كبير او امراه كبيره او شي واحد مسكين ما دار حتى حاجه غير تحقر ودازو فيه، تيبقى فيه الحال تنبغي ناخذ لي حقه بجميع الوسائل، ولكن في قلبي تنبكي. نقطه الضعف ديالي ان تيغلبوني دموعي وتيهبطوا لي بعض المواقف قدام الناس. عبد القادر الخراز. سي عبد القادر الخراز، شكرا على الصراحه ديالك. نعم، بقات لنا فقره اخيره، هي فقره ديال الميكسور. غادي نسولك خمسه الاسئله ضروري خصك تجاوب. نعم، باش تاخذ واحد العصير زوين. هادشي كامل كيعجبك عصير بعدا؟ تعجبني الا ما كانش حلو. نشوف هادشي كامل بعد الفاصل. سي عبد القادر الخراز، فقره ديال الميكسور. قبل ما نبداو نديرو تعقيب ضروري، ياك ولا لا سي خراز؟ خصنا مازال نردو بالنا، ياك؟ معلوم، نردو دائما البال. وهذه مناسبة باش نفكروا الناس دائما بالإجراءات الاحترازية. سي خراز بغيت نسولك دابا، الآن كيهضروا بزاف على اللقاح، واش أنت غادير اللقاح؟ معلوم غندير اللقاح، معلوم معلوم، حيت بزاف الناس خايفين تيقول لك لا هذا سيدنا قال غديروا اللقاح وغديروا فابور. صافي دير سيدنا، عرف بانه راه كان بفلوس وكان بخدمه وكان بتماره وكان بهادي وبهادي، واللي ما غيديرش اللقاح كاشنو؟ تمام، ما يمكنش. برافو عليك. سي خرز، عصير بغيتيه بالحليب ولا بالليمون؟ بالليمون. اوكي. نبداو الان. سي الخراز، السؤال الاول كيقول، هما تيكونوا اسئله شويه محرجه ولكن انت غتصبر. شتك وقفتي لهذا التوم؟ شنو هو شحال كان الاجر ديالك مقابل الفيديوهات اللي كنتي كدير مع الحدث 24؟ مقابل في المجموع شي لا يعني لا 5000 درهم.
5000 درهم وزادوني عاوتاني عطوني 6000 درهم 5000 درهم واش الفيديو ولا شهري؟ لا شهريين 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 سيد خرز عاوني حلو معاه في هذه الفقرة هذه هانا جوج فريزات ها باش تعرف راسك عزيز ها شنو هو أحسن عمل قدمتي ما بين هاد الأعمال اللي غنذكر لك؟ أخطر المجرمين؟ مسرح الجريمة؟ ولا الفيديوهات اللي كنتي كتقدم مع الحدث 24؟ الفيديوهات اللي تنقدم الحدث 24 والفيديوهات اللي قدمت مع القناة ديالي الجديدة ديال خرزة القدر هما أحسن حاجة قدمتي لحد الآن نعم غير من فتوما كل شيء ما بقاش تنخاف ما عندكش مع التومة باقي عندي البيض الله يكتب سلام الله يكتب سلام يلا سي الخراز هذا غير اللفت في مشكل ما يهمش في نظرك شنو هي أحسن حكومة مغربية دازت في تاريخ المغرب في نظرك أنا أحسن حكومة هي ديال اليوسفي عبد الرحمن اليوسفي عبد الرحمن اليوسفي اتحاد الشراك اتحاد الشراك حكومة التناوب التناوب نعم السيدي برافو انا وحلت معك الصراحه هو سي خرز سي خرز ما يمكنش ها غادي يعذبنا في هذه الحلقه هذه الله يحفظ باقي غير بالصلاه والبيض شحال خويت لك ديال العنب واو الله يجعل المحبه له امين امين يلا نمشيو للسؤال الموالي انا عطاك تختار ما بين جوج الاسماء وتقدر ترفض الا ما بغيتيش تجاوب عبد الإله بن كيران ولا سعد الدين العثماني سؤال وجيه ولكن سؤال وجيه ما نجاوب شيء ما نجرحت ما نجرحت ما بغيت نجرح حتى واحد فيهم لان غتحسب عليا وانتخابات قدر اسمح لي شويه البصلاص هذا اخر سؤال هو سؤال صعيب شي شويه هذا ما كنعتقدش انك تقدر تجاوب عليه هو غتقول لي شكون هو احسن ضابط ممتاز الان في مدينتك قنيطره هذا الضابط الممتاز اللي عزيز عليا دابا وعرفته وقت اللي كنت خدام وكان يخدم بامانه وكان يخدم باخلاص هو خرز عبد القادر هو الضابط انا اليوم بغيت تستني السي الخراز ما درناش اللي كنحترموه ما درناش لا ما لعبينش شوف السي الخراز سير انا نقول لك واحد نعم. دابا انت تبارك الله بزاف الناس شهدوا لك بالكفاءه ديالك نعم ياك نعم ولكن حنا اليوم كنسولك على اشخاص اخرين نعم اسماء اخرين انت تبارك الله الا استنينا السي الخراز اعطيني اسم واحد واش تقدر تعطيني اسم نعطيك اسم شكون هو؟ ماشي ضابط ممتاز واش بتقول لي رئيس ديالي ولا غير ضابط ممتاز؟ لان ضابط ممتاز واش رئيس واش كذا واش كذا ضابط ممتاز خصو يكون في في الرتبة ديالي ضابط ممتاز اللي كان في الرتبة ديالي أفضل واحد بالنسبة لك أفضل واحد رد البال للزملاء ما يتقلقوش عليه لا الزملاء ما يتقلقوش لأنه ما قلتش لي عميد ولا كذا ولا كذا ولا كذا قلت لي ضابط ممتاز ضابط ممتاز عندي أنايا واللي كنت نكن لي الاحترام وتنحترمه وهو الحاج أغياتي السيدي الشجاعة ديالك اللي خلاتك تاخذ نعم ملبس لا في جميع الحالات هي صحية نعم ما عندي ما تسالك سي خراز سفيقات على سي الخراز هذا كان رئيس كتابة ياك رئيس كتابة وخليته هو رئيس كتابة كان رجمه خليته يخدم مزيان خليته هو رئيس كتابة باش ما نجرحش صحابي كل شيء بارك الله عليك غادي نصوبوا هذا العصير هذا مع البصلة ما عرفتو كيفاش داير غايجي زوين مع البصلة بيان سور ولكن حفظ الله من التومة إذا اللي بغى يستعمل هذا العصير في دارو غادي يقول لنا سي الخراز كيفاش داير من بعد ما غادي يدخو تفضل سي الخراز بسم الله بسم الله
طاغي علي الصلاحي طاغي مزيان تاع عبد القادر الخراز سي الخراز كان العصير زوين بزاف ما نديروش فيه البصله سي عبد القادر الخراز كنشكرك بارك الله على هذه الحلقه الجميله وكنتمنى انها تنال اعجاب الناس دوزت معك وقت ممتع الله يطول وفرحت وعجبني الحال بهذه اللغه ديالك البسيطه وهذا الكلام الزوين اللي كيوصل للقلب اليوم غنخلي لك الكلمه كيف العاده كيف كندير مع جميع الضيوف اشنو تقول قدام هذه الكاميرا هذه الجمهور ديالك اللي كيبغيك والناس اللي كيبغيوك تنشكر الحضور اللي هنا وتنشكرك السي رشيد والطاقم اللي معاك كله والناس اللي حاضرين اولا تنشكركم لانكم هزيتوا من قيمتي لما عرضتوا عليا وجبتوني لهنايا وهذا الشيء ما كانش عندي في برنامج حياتي كما تيقولوا تنقول للجمهور ديالي راه انتم اللي وصلتوني لهنايا انتم اللي جبتوني للدوزيام انتم اللي درتوا لي الشهره انتم اللي طلعتوني كراسافو كل شيء منكم كل شيء منكم وتنقول الجريمه لا تفيد وتنقول هنا تنحيي رجال الشرطه كاملين تنحييهم وتنقول المتقاعدين ديما راه كاين امل في الحياه ديما كاين امل في الحياه راه ماشي التقاعد معناه تجلس التقاعد معناه تمشي تجلس في دارك وتريح وصافي وما دير والو لا دير نابورت كوا تحرك 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 انا تقعدت وتحركت الحمد لله التحرك عطى واحد النتيجه تنشكر الشيخ الحموشي اللي غير البوليس وعطانا بوليس جديد في المغرب تنشكروا اللي داها في المتقاعدين عطاهم اهميه وعطى اهميه للايتام وعطى اهميه وصوب مستشفيات خاصه بالمتقاعدين وبالشرطه اللي عطى اهميه الشرطيه اليوم واللي عطي واحد الاهتمام كبير جميع رجال الشرطه بالمغرب ومن جميع الفصائل وجميع الاقسام تنقول نختم هذا الكلام ديالي في الاخر تنقول الحمد لله على هذا الوضع اللي عايشينه هذا الوضع الامني اللي عايشينه في البلاد والله ينصر سيدنا والله ينصر سيدنا والله ينصر سيدنا والحمد لله شكرا سي خراز السلام عليكم